النهارده هنتكلم مشكله الطاقه. في كلامي انا مش هتعرض خالص لمشكله الطاقه في مصر، انا بتكلم عن مشكله الطاقه العالميه. في كلامي كمان انا مش بقارن، مش بحاول افضل مصدر للطاقة على مصدر تاني، ولكني بحاول أبين للناس لو إحنا عايزين نبتدي نستثمر في مجال أبحاث الطاقة وفي مجال الطاقة عشان نتأكد إن بعد 100 سنة من النهاردة عندنا مصدر مستدام للطاقة. إيه هو المجال ده؟ إيه هو المصدر ده؟ هل هو طاقة نووية؟ هل هو طاقة شمسية؟ هل هو طاقة هل هو بترول؟ هنشوف مع بعض النهاردة. ابتدي في في اول سلايد هتكلم على ايه المصادر المعروفه لينا النهارده، لان ممكن بكره يطلع لي مصدر طاقه جديد انا ما كنتناش نعرفه خالص، زي ما الناس اكتشفوا البترول من 100 سنه ولا شويه 100 حاجه سنه، ممكن نكتشف بكره مصدر جديد للطاقه احنا ما نعرفوش خالص، الله اعلم. لكن المصادر المعروفه لينا بالنهارده بنبتدي بيفصل ويرجع تاني، بس البترول والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية وطاقة مصادر المياه زي السد العالي على سبيل المثال، الطاقة الشمسية والرياح وبعض المصادر التانية كمان اللي هنتعرض عليها النهاردة. احنا هنمسك واحد واحد ونحاول نحلله، لكن الغرض بتاعنا ان احنا بنقول الآتي: هل مصدر دوت مصدر نظيف للطاقة ومصدر مستدام؟ يعني بعد عدد معين من السنين 150 200 سنة المصدر ده هيبقى موجود ولا لا، طبقا لمعلوماتنا النهاردة طبعا. فهنبتدي الأول طبعا بأهم مصدر موجود النهاردة اللي هو مصدر البترول. لكن الجراف دوت أو الرسم البياني دوت بيوضح لي مصادر الطاقة المختلفة. أنا آسف إن الصورة مش واضحة قوي، بس أنا هقول لكم هو عبارة عن إيه. الأخضر اللي تحت ده هو البترول، ودوت من سنة 89 لحد 2014. فده البترول، استخدامنا للبترول. وأنا لما بقول طاقة ما بقولش كهرباء، بقول كل الطاقة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، سواء بنزين سواء سولار أو اللي هو اللي بيسموه مش عارف اسمه بالسولار صح، السولار او سواء كهرباء، اي مصادر للطاقة بتاعتنا موجودة على الشارت بتاعنا ده. فنبتدي البترول هو اول واحد تحت، يليه بعديه الغاز الطبيعي، واللي فوق خالص دوت اللي هو الفحم، والنووي هو الجزء الأصفر اللي في النص ما بين الأحمر والأزرق، والجزء الأزرق دوت هو مصادر، هو طاقة مولدة من مصبات المياه، والجزء الرفيع خالص اللي هو المشمشي دوت شوية دوت اللي هو الطاقة النووية. فإحنا كده عارفين المصادر بتاعتنا إيه، كل واحد بيمثل لي نسبته قد إيه تقريباً من مصدر الطاقة للعالم كله. أنا بتكلمش على مصر، بتكلم على العالم كله، وهو بيزيد ولا بيقل مع الوقت. هنمسك واحد منهم واحد. قبل ما أمسك واحد واحد فيهم أنا هبص الرقم اللي فوق دوت اللي احنا مش شايفينه. الرقم دوت عبارة عن 13,000,000,000 طن من الإكويفلنت للأويل للبترول. ده الرقم، ده الرقم دوت لو حبيت اترجمه 13,000,000,000 طن دولت، ده اللي احنا وصلنا له النهارده استهلاكنا النهارده 2014 للطاقه، ده حوالي 5.6 × 10^10 ثانك يو فيري ماتش. انا اللي كنت بحوش البتاع ماسكهم الانتنه. 5.6 × 10^10 جول، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده تقريبا 155,000 تيرا وات اور، يعني 17.7 تيرا وات. يعني لو عندي محطات، تتخيل الطاقه دي كلها كهرباء، بس مجرد تخيل لو عندي محطات كهرباء النهارده في العالم كله، محطات دي بتنتج لي 17.7 تيرا وات. هنقول 20 عشان بس ابسط الاستهلاك الحسابات بتاعتي اللي احنا هنحسب مع بعض. فهقول ان انا عندي 20 تيرا وات. تيرا وات يعني مليون مليون، عندي 20 مليون مليون وات، 20 × 10^12 وات، دول الأرقام اللي عندي. فأنا هقول 20 تقريباً النهاردة ده استهلاكنا للطاقة.
وده الرقم اللي انا هبتدي استخدمه في حساباتي. هبتدي بقى امسك مصدر واحد من مصادر الطاقه واحد وابتدي اشوف هل المصدر دوت يقدر يديني 20 تيرا وات ولا لا، وهيقدر يدهوني لمده كام سنه. وفي الاخر خالص في اخر المحاضره انا هسيب لكم انتوا توصلوا للقرار هو ايه المصدر اللي احنا المفروض نعتمد عليه في المستقبل. فالسؤال اللي انا بقوله النهارده، هل احنا عندنا مصدر او تكنولوجيا وحيده تقدر تديني ال 20 تيرا وات دولت وتبقى نظيفه وتبقى مستدامه؟ ده الشرط بتاعي، ان هي تبقى نظيفه وتبقى مستدامه عشان نقلل من التلوث اللي بيحصل في البيئه. تاني حاجه كمان نتاكد ان احنا سايبين مصدر الطاقه دوت لاولادنا ولاولاد ولادنا جايين من بعدينا. طيب قبل ما اتكلم على مصادر الطاقه، انا احب اتكلم الاول ان احنا مهما دورنا على مصدر من مصادر الطاقه، الكلام ده ملوش معنى خالص من غير ما نحافظ على الطاقه الموجوده. وخليني اديكم مثال بحسابات صغيره كده مع بعض، يعني ازاي نحافظ على الطاقه الموجوده. حد فينا يعرف احنا عندي كام مبنى في العالم كله؟ كام مبنى موجود في العالم كله؟ حد يخمن كام مبنى، كام شقه وكم مكتب وكم مبنى زي اللي احنا موجودين في دوت؟ فيهم ناس، يعني فيهم ناس شغالين وموجودين في المكان ده؟ حد يقدر يخمن؟ طيب كم؟ 7 مليار. طب حد يعرف عدد سكان العالم كم؟ 7 مليار. عدد سكان العالم 7 مليار. فانا لو قلت تقريبا كل 4 بيقعدوا في بيت او اوضه او شقه او زي ما بيسموها، فهيبقى انا عندي تقريبا يعني 4، يبقى عندي 1.75 مليار مكان موجودين في العالم. طبعا هبسط الارقام هقول 1، عندي مليار مكان موجودين في العالم. المليار دولت كلهم اوكيوبايد، يعني فيهم ناس على مدار ال 24 ساعه. عشان كده انا يعني شلت ال 1.75 دوت، قلت 1 بس. المليار دولت انا هفترض ان كل مكان مساحته 300 متر مربع في المتوسط. طبعا ده اكبر بكتير جدا من شقتي، فانا هقول في المتوسط مساحه المكان 300 متر مربع. ال 300 متر مربع دولت لو انا حسبت مساحه الحيطان بتاعتهم قد ايه، وقلت ان جدار الحيطه عباره عن 10 سنتي، وهدفي ان انا احافظ على درجه حراره ما بين جوه وبره 5 درجات، هحافظ على درجه الحراره ما بين جوه وبره، سواء هبرد جوه في مصر والدول العربيه او هدفي جوه، مش فرق، هحافظ على فرق درجات حراره ما بين جوه وبره 5 درجات بس، مش اكتر من كده. عشان احافظ على 5 درجات دولت، وهستخدم طوب التوصيل الحراري بتاعه عباره عن 1 وات لكل متر لكل درجه كلفن. مش مهم الرقم، خليها بس، مش مهم الوحده، يعني خليها 1 بس للناس اللي مش متخصصين. انا هستهلك 15 تيرا وات، ده قريب جدا جدا من استهلاكنا الحالي. يعني طيب لو انا قلت عملنا ابحاث وقدرنا نوصل لماده جديده معامل التوصيل الحراري بتاعها 10 الرقم الاولاني، يعني 1 من 10 مش 1 وات، ده عارفين ده هيخلينا نوفر في الطاقه قد ايه؟ هيخلينا نوفر في الطاقه 13.5 تيرا وات. استهلاكي يبقى 1.5 بس، مش 13.5. يعني بالمحافظه على الطاقه، ان انا اطلع نوع جديد من الطوب يحافظ لي على درجه الحراره، فرق درجه الحراره ما بين جوه وبره، انا اقدر اوفر كتير جدا من الطاقه، واقدر تقريبا نحل المشكله النهارده من غير ما احط محطات جديده على الارض، من غير ما احط اجيب مصدر جديد للطاقه، ولا ادور على مصدر جديد للطاقه. فمحافظه على مصادر الطاقه بتاعتنا او توفيرها هو ده من ضمن الحاجات الاساسيه. هديكوا كمان مشكله كمان، وبسميها انا مشكله كوبايه الشاي. مشكله كوبايه الشاي ده كلنا بنصحى الصبح بنشرب كوبايه شاي. احنا عندنا واحد عدد سكان العالم مليار، هنتخيل ان كل الناس دي هتشرب كوبايه شاي واحده في البيت في اليوم، كل كوبايه شاي واحده بس في اليوم. وكوبايه الشاي اللي هيشربوها ديت وهو بيغليها هيحط معاها بالغلط كوبايه كمان، فهيغلي كوبايتين بدل ما هيغلي كوبايه. تعال نحسب، هو كده اهدر قد ايه ميه واهدر قد ايه طاقه.
فكوباية المية دي احنا عندنا تقريبا 7 مليار سكان العالم، كل واحد فيهم هيعمل كوباية شاي واحدة بس في اليوم، فبدل ما يحط كوباية هيحط كوبايتين. وفي الحالة دي كمية المية المهدرة هي 1.25 في اليوم الواحد، 1.25 في المية، 1.25% من حصة مصر في مية النيل في 365 يوم. يعني العالم لو عمل الحكاية دي هيهدر أربع أضعاف حصة مصر في المية في مية النيل. يعني احنا عاملين تخاني مع إثيوبيا على مية، على الرغم ان احنا في بيتنا كمان كلنا كم واحد حلق دقنه النهاردة الصبح؟ كم واحد وهو بيحلق دقنه ومش بيحتاج المية قفل حنفية المية؟ دي حاجات بسيطة تخليها تحافظ على المية. أنا بتكلم على المحافظ على المصادر الطبيعية كلها بتاعتنا مش بس الطاقة. طب تعال بقى نبص كمان إحنا استهلكنا قد إيه طاقة. أنا يعني عشان برضو التبسيط، أنا هتخيل إن أنا عندي بويلر بتاعي في البيت اللي هو الكاتل اللي موجود في البيت دوت بيطلع لي 1000 وات، هو بيستهلك 1000 وات أو القدرة بتاعته 1000 وات. أنا هاخد لو عشان أغلي كوباية المية الزيادة دي، أنا في اليوم ده أنا هضيع 0.5% من طاقة العالم اللي هو 20 تيرا وات اللي احنا بنتكلم عليها، وهستهلك 3 أضعاف الطاقة اللي بتستهلكها مصر. العالم كله لو استعمل الحكاية دي بالغلط هيستهلك في اليوم ده 3 أضعاف الطاقة اللي بتستهلكها مصر. أنا حبيت بس أوريكم الأرقام علشان نشوف أهم، قبل ما أتكلم على مصادر الطاقة، الحاجة المحافظة على مصادر الطاقة والحفاظ عليها أهم بكتير جدا من أن أنا أشوف مصدر جديد للطاقة. هبتدي أشوف البترول، هتكلم الأول هل البترول دوت مصدر مستدام للطاقة ولا لا. البترول ده على مدى سنين من 1994 لحد 2014 حجم البترول اللي احنا عارفينه النهارده ان هو متخزن في الارض، طبعا الحجم ده عمال يزيد كويس تقريبا الرقم 17000. انا مش عارف اشوف الوحده هنا، خليني اجرب كده اشوفها. انا مش قادر اشوف الوحده فمعلش يعني فسامحوني انا مش قادر اشوف الوحده. طيب دي انا هعرف اشوف فيها الوحده. طيب الكيرف اللي قدامكم ده عالم امريكاني مشهور اسمه هابرت ابتدى يشوف واحنا البترول ده هيعيش عندنا قد ايه، وابتدى يطبق نظريه رياضيه عشان يشوف احنا البترول بتاعنا هيعيش قد ايه، وابتدى العلماء بعديه يمسكوا نفس النظريه دي ويقدموها ويطبقوها. والكل كيرف من الكيرفات اللي انتوا شايفينها ديت بتمثل داتا معينه بنحطها في الايكويشن بتاعتنا دي. الكيرفات انتوا بتشوفوها دي بيقول لي انا فاضل لي 950 بليون برميل او 500 الريزيرف بتاعي 500 610 940 دول فروق بينهم وبين بعض. لكن الكيرف الاخراني الازرق دوت بيقول لي ان انا لسه عندي مصدر، عندي بترول مخزون كتير في الارض. الاخضر بيقول انا عندي بترول مخزون كتير في الارض ولكن اقل شويه. دي النظريات مختلفه، النظريات المختلفه دي كلها مقبوله، ما فيش يعني انا رغم ان اختلافهم في الارقام لكن في كلها مقبوله، لكن كلهم وافقوا او اتفقوا على حاجه واحده بس، البترول هيخلص، هيخلص بكره او بعد 20 سنه او بعد 100 سنه، لكن البترول هيخلص. فاحنا دلوقتي عارفين ان بنطبق النظريه دي ان البترول بتاعنا هيخلص، هيخلص بعد قد ايه عشان ابقى امين ما تفرقش معانا قوي، يعني 150 سنه ماشي، 100 سنه ماشي، 40 سنه اسوا حاجه الناس بتتكلم عليها دلوقتي برضو ماشي. تعال نشوف نسبه المخزون بتاعنا من البترول لنسبه المعلوم بالنسبه لمعلوماتنا الحاليه بالنسبة استهلاكنا عام 2014. احنا استهلكنا عدد معين من براميل البترول في 2014 او من اطنان البترول في 2014. المخزون اللي احنا عارفينه طبقا للنظرية من النظريات دي برضو مش مهمة انهي، لكن النظرية دي بتقول لي ان البترول ده هيخلص، الرقم ده الخط ده عندي 100 سنة، الخط ده على الجراف بتاعي عندي 100 سنة تقريبا بعد قد ايه؟ 50 سنة
50 سنه، قول 100 سنه، قول ان البترول هيخلص بعد 100 سنه، يبقى احنا اتفقنا البترول هيخلص، ما هوش مصدر مستدام للطاقه. يبقى احنا طب هو البترول دوت انا بعمل بيه حاجه تانية غير ان انا احرقه واطلع بيه طاقه في العربيه بتاعتي او احرقه في محطات توليد الكهرباء واطلع بيه طاقه؟ هل في استخدامات تانية للبترول؟ الاجابه بتاعتي ايوه، احنا بنستخدمه في محركات بتاعتنا كلنا للتزييت كلوبريكنت، بنستخدمه في الاصباغ، بنستخدمه في صناعه المطاط الصناعي، بنستخدمه في صناعه البلاستيك، احنا بنستخدمه في صناعات تانية غير ان احنا نحرقه. طب هل من الحكمه ان احنا نحرق البترول بتاعنا ولا نحافظ عليه عشان بدل ما يعيش معايا 100 سنه يعيش معايا 300 سنه واحافظ على الصناعات ديت اللي انا مش هقدر استغنى عنها؟ انا مش عارف، هسيب الاجابه اللي كنتوا تفكروا فيها. طيب ايه المصدر الثاني للطاقه؟ الغاز الطبيعي. طبعا احنا كنا فرحانين جدا ان احنا طبعا مصر ابتدت هتخش من الدول على الاقل لو هي مش هتصدر غاز طبيعي هتبقى الدول بعد اكتشاف البترول الغاز الجديد الحقل الجديد بتاع الغاز الطبيعي بتاعنا هتبقى الدول اللي مش هتستورد غاز طبيعي حتى على الاقل يعني، ودي حاجه كويسه للبلد جدا واحنا يعني سعيدين بيها. لكن تعالى نشوف الغاز دوت هيبقى مصدر مستدام للطاقه ولا لا. الغاز هو اللي على المنحنى بتاعنا دوت الجزء الاحمر اللي هو في النص ده تاني واحد من تحت على طول. تعال نشوف مخزون الغاز بتاعنا بيزيد ولا بيقل. مخزون الغاز بتاعنا من سنه 94 ل 2014 في النص طبعا 2004 كل 10 سنين بيقيسوا عمال يزيد، لكن نسبه الزياده دي اللي نسيت اقولها في البترول، نسبه الزياده في اكتشاف المخزون اقل بكتير من نسبه الزياده في استهلاكنا. احنا استهلاكنا بيزيد والمخزون بتاعنا بيزيد كمان، كويس، او معلوماتنا عن ان في مخزون بيزيد كمان، لكن الزياده في استهلاكنا بتزيد بنسبه اكبر من استهلاكنا من المخزون اللي بيزيد. طيب الغاز، الغاز ده 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 او ده اللي شايفينه، احنا بنبرديوس عدد معين من الاطنان الاكويفالنت للبترول، وده اللي استهلاكنا باي ريجن. مش مهم الريجن ايه، بل انا بيهمني بس ان تشوفوا القمه، والقمه هناك ان احنا بنستهلك اقل من البرودكشن بتاعنا حاجه بسيطه عشان احنا في بترول احنا مخزينه بالسنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، وهو ده سوري غاز طبيعي وده اللي احنا بنستخدمه. طيب ده الغاز الطبيعي، ده نسبه تاني نسبه المخزون بتاعنا الى نسبه اللي احنا استهلكناه في سنه 2014 تقريبا. برضو الغاز الطبيعي هيستنى حوالي 50 سنه. طيب ايه المصدر اللي بعديه؟ هل احنا برضو نفس السؤال تاني، هل احنا بنستخدم الغاز الطبيعي في صناعات تانية غير ان احنا نحرقه؟ الاجابه ايوه، احنا بنستخدمه في صناعات الاسمده والامونيا، بنستخدمه في صناعه الازاز، بنستخدمه في صناعه البلاستيك تاني، وبنستخدمه في بعض صناعات الادويه. طيب السؤال تاني، نحرق الغاز الطبيعي بتاعنا الثروه بتاعتنا ديت ونخلص منها دلوقتي بعد 50 سنه واولادنا الجايين ما يجوا ما يلاقوش غاز طبيعي خالص، ولا نحافظ عليه عشان نكمل الصناعات دي؟ هل الصناعات دي احنا ما عدناش محتاجينها؟ ده برضو سؤال انا بسيبه لينا نجاوبه في الاخر. طيب المصدر اللي بعدين هو مصدر الفحم، مصدر اقدم واحد فيهم، وهل شعاع نشوف مصدر مستدام ولا لا، والمخزون بتاعنا هيكفينا كم سنه؟ الفحم هو جزء الرمادي اللي فوق تقريبا لو على الرغم ان في زياده في اخر كام سنه، بس تقريبا نسبه اللي احنا بنستخرجه منه كل سنه تقريبا ثابته، وده الاحتياطي بتاعنا سنه 94 ده كان حجم الاحتياطي بتاعنا، 2004 حجم الاحتياطي بتاعنا من الفحم قل. على فكره انا بقولش احتياطي مصر، احنا بنتكلم الاحتياطي العالمي عشان الناس اللي جايه متاخر، انا ما بتكلمش على مصر خالص، انا بتكلم على الاحتياطي العالمي. الاخرانيه ديت هو حجم الاحتياطي بتاع العالمي من الفحم عام 2014، واضح جدا الفحم بيقل او المخزون بتاعنا فيه الاحتياطي بيقل. انا هبص دي هبص على الكيرف هنا، الفحم المخزون اللي احنا بنستهلكه نسبته قد ايه؟ 105 سنه تقريبا. يعني لو احنا فضلنا نستهلك
كم الفحم اللي احنا بنستهلكه النهارده، كم المخزون بتاعي في الفحم هيكفيني 100 سنة، 120 سنة تاني. الأرقام ديت مش فارقة معايا كتير، لأن يعني 100 سنة قد إيه في عمر الدول ولا حاجة. ال 100 سنة دولت بكرة هنكتشف إن احنا تأخرنا قوي إن احنا ندور على مصدر بديل للطاقة، إلا إذا ربنا أنقذنا وطلع لنا مصدر جديد للطاقة. طب الفحم مستدام؟ واضح ان هو مش مستدام. طب برضو تاني نحرقه ولا نستخدمه في الصناعات اللي احنا بنستخدمه فيها؟ هو ايه الصناعات دي؟ بنستخدمه في صناعات كتيرة جدا، سبرين، الصابون، مصاحيج الغسيل، فاحنا بنستخدمه في صناعات احنا محتاجينه فيها كي هو كمان. فمن الافضل لينا ان احنا ما نحرقوش، ان احنا نحافظ عليه ونستخدمه في الصناعات اللي احنا مفروض نستخدمه فيها. طيب الطاقة النووية، الطاقة النووية، هل الطاقة النووية مصدر مستدام للطاقة ولا لا؟ طب هل احنا مفروض نعتمد عليها اعتماد كلي في العالم ولا لا؟ هل نستثمر فيها ونزود الابحاث فيها علشان هي ديت اللي هتخلينا بعد 200 سنة و 300 سنة يبقى في مصدر موجود للطاقة؟ تعال نبص كده مع بعض على الارقام ونشوف الارقام هتقول لنا ايه. الطاقة النووية هو الجزء الاصفر اللي بعد الاحمر على طول في على الكيرف ده. تاني الطاقة النووية، اي محطة نووية في العالم عبارة عن المفاعل النووي. المفاعل النووي ده كل اللي هو بيديهولك في النهاية سائل سخن، غالبا بيبقى ممكن تبقى مية سوبر هيتد، وبعدين تاخد المية السخنة ديت وتولد بيها كهرباء عن طريق توربينات. فأي محطة كهربية جواها المفاعل بتاعها، وبعد كده توصل التوربينات ديت بخطوط التوصيل الكهربي، ويبقى انت كده عندك وصلت انتجت كهرباء من الـ من الـ من الطاقه النوويه. ده بيوري لي الديستريبيوشن بتاعه الاستهلاك بتاعنا بالاكويفالنت للمليون طن من البترول على حسب الدول. واضح جدا ان الاستهلاك بتاعنا من الطاقه النوويه من زاد، وبعدين ابتدى يقل تاني، واحتمال يكون بيزيد تاني في الجزء الاخراني دوت، احنا لسه مش عارفين. لكن يهمنا نبص على الارقام تاني، فانا هبص لكم على شويه ارقام كده. الارقام دي بتقول لي تحت خالص في العالم كله محطات الطاقه النوويه الموجوده في العالم كله بتطلع لي قد ايه كهرباء سنه 2011، وكانت بتطلع كام سنه 93 بتطلع 340 ألف ميجا وات، سوري جيجا وات أور. سنة 2011 بتطلع 364 ألف، ما فيش زيادة كبيرة، تقريبا الرقمين ثابتين. يعني ده معناه أن العالم ما حطش محطات كتيرة للطاقة النووية من سنة 93 لسنة 2011. هلا لو بصينا على الأرقام ده كمان هشوف احنا بنستهلك قد ايه بقى، كم جيجا وات اور سنه 93 وسنه 2011، والرقمين تقريبا زي بعض برضه، مفيش فرق كبير ما بينهم. طيب تعال نشوف مين اللي عنده محطات طاقه نوويه، ايه الدول اللي عندها محطات طاقه نوويه. اول واحده تيجي فوق خالص الولايات المتحده الامريكيه، عندها تقريبا 100 محطه نوويه. فرنسا بعديها، اليابان بعديها، روسيا، الصين، كوريا، انديا، وهكذا. طب ما فيش اي دوله عربيه باينه في القائمه دي خالص. عدد المحطات اللي موجوده النهارده شغاله 438 440 محطه نوويه تقريبا في العالم كله، تقريبا 440 محطه نوويه موجودين في العالم. اتبنوا امتى؟ ده النهارده 2014، ده 1/6/2015، وده سنة من 48 سنة فاتوا. واضح جدا ان حصل بنى كتير المحطات النووية، ده عدد المحطات النووية مع السنين. واضح في الفترتين دول حصل بنى كتير المحطات النووية، وبعد كده ابتدى عدد المحطات اللي احنا بنبنيها وندخلها في العالم كله ابتدت تقل. هل العالم مش مقتنع بالطاقة النووية؟ هل في مشاكل في الطاقة النووية؟ كلنا عارفين مشاكل الطاقة النووية فيها. لكن أنا مش هتكلم على خالص النهاردة على السيفتي بتاع الطاقة النووية.
يعني نخليها لوقت تاني ونخليها الناس متخصصين في مجال السيفتي بتاع الطاقه النوويه. انا عارف ان السيفتي بتاع الطاقه النوويه وكلنا ندرك تماما ان هو عمال يتحسن مع الوقت، لكن انا هتكلم على حاجه اهم بعد دقيقه بعد السلايد دي. طب كم محطه نوويه بنبنيهم النهارده؟ 1/6/2015 كم محطه نوويه جديده بنبنيها؟ العالم كله بيبنيه. احنا بنبني حوالي 67 محطه نوويه جديده. رقم واحد في الليست ديت الصين، وهنقول السبب ليه، وروسيا والهند وامريكا، كوريا، الامارات، بيلاروس، اليابان، باكستان، سلوفينيا، يوكرين، الارجنتين، والبرازيل، وفنلند، وفرنسا. لاحظوا ان المانيا طلعت من الليست دي، لان المانيا بطلت تبني محطات نووية. ألمانيا قررت أن 2020 هتبقى خالية من المحطات النووية، وهنشوف دوت الإمباكت على الاقتصاد الألماني هيبقى عامل إزاي بعد دقيقة. طب خلينا نبص على النقط دي. حاليا النيوكلير بيدينا 5.7-6% تقريبا من إجمالي الطاقة اللي احنا بنستهلكها في العالم كله. تاني، لو احنا قدرنا نستهلك ما بنناش محطات نووية جديدة وابتدينا بس نستهلك اليورانيوم اللي موجود عندي في المحطات اللي موجودة بس النهاردة، اليورانيوم اللي موجود يكفينا 40 سنة. المخزون اليورانيوم اللي احنا عارفينه يكفينا 40 سنة. طيب لو انا حبيت ابني مفاعلات نووية عشان اغطي العالم كله بالكهرباء، بالطاقة، كهرباء، وخد الكهرباء دي تحولها لمصدر تاني للطاقة هنتكلم عليه في آخر المحاضرة، ويستخدم مصدر الطاقة التاني دوت أو حامل للطاقة، ويستخدم حامل الطاقة دوت إن هو يحطه في العربية بتاعتك أو في المركبات عشان يمشيها. طب لو إحنا هنغطي العالم كله بالطاقة النووية هنحتاج نبني 20,000 مفاعل نووي، كل واحد القدرة بتاعته 1 جيجا وات. التكلفة الواحد جيجا وات دي حوالي 4 مليار دولار، وعلشان أشيل بعد ما أخلص بقى بعد ما عمره الافتراضي ينتهي أو أخلص على اليورانيوم بتاعي، عشان أشيل المحطة النووية دي هتكلفني 6 مليار دولار. يعني التكلفة الكلية لأي محطة نووية تركبها ونشيلها بعد كده تقريبا كل واحد جيجا وات تقريبا 10 مليار دولار، غير تكلفة التشغيل، غير تكلفة المادة اليورانيوم نفسه أصلاً. طيب مخزون اليورانيوم في الحالة دي هيكفيني 5 سنين بس. لو أنا شغلت العالم كله بالطاقة النووية مخزون اليورانيوم هيكفيني 5 سنين. هل ده مصدر مستدام للطاقة؟ طبعاً الأرقام بتقول لي لا. عمر الرياكتور اللي هو جوه المحطة النووية من 30-40 سنة. يعني ده معناه ان انا عشان ابني بس المحطات دي هتكلفني 80 تريليون دولار، وهيشتغل لمده 5 سنين واليورانيوم بتاعي هيخلص. طيب هل في تكنولوجيات تانية قبل ما اخش على الحته دي؟ هل فعلا انا اقدر ابني 20,000 مفاعل نووي ولا لا؟ انا افترضت النهارده ان انا قلت لكم لو بنيناهم هيحصل كذا، اليورانيوم هيكفيني 5 سنين بس. هل انا عندي حوالي 440 مفاعل نووي النهارده؟ يقدر أوصل الرقم ده لعشرين ألف مفاعل نووي؟ 440 مفاعل نووي دولت بيدوني حوادث في السنين، كل سنة تقريبا حوالي 70 حادثة، ما بين حادثة صغيرة ما بين حادثة كبيرة، عندي 70 حادثة سنويا في المفاعلات النووية من 440. لو قسمنا 70 على 440 يديني تقريبا 16%، يعني نسبة الحوادث 16%. طب احنا هنحسن التكنولوجيا وهنستخدم تكنولوجيا احسن وهنوصل بنسبه الحوادث للنص، هنقللها للنص 8% بس، وهنبني وهندخل على المنظومه بتاعتنا ال 8% دولت لو ضربناهم في ال 20,000 مفاعل نووي اللي هيبقى مفروض هنبنيهم يديني 1600 حادثه نوويه في السنه. 1600 حادثه نوويه في السنه، ده معناه ان انا عندي 5 حوادث نوويه في كل يوم في اي حته في العالم. كل يوم عندي 5 حوادث نوويه. 1600 على 365 تقريبا من 4 لـ5 حوادث نوويه في العالم كل يوم. فهل انا اقدر اكبر السكيل فعلا وابني 20,000؟ الحته دي بالذات
تقلقني، بتخليني اقول لا انا عايز افكر مرتين قبل ما 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 ابني مفاعلات نوويه. تاني احنا انت لازم تبني ال 20,000 محطه دول في خلال 50 الجاي السنه الجايين، ال 20,000 محطه نوويه، محطه طاقه نوويه في ال 20 في ال 50 سنه الجايين قبل ما البترول والفحم والغاز الطبيعي يخلصوا. فال 20,000 دولت هديني كم ال 80 تقريبا بناهم بس 80,000 مليار دولار، وعشان نشيلهم تكلفتهم 120,000 مليار دولار. وبعد 100 سنه من النهارده لو احنا ابتدينا نبنيهم النهارده هنضطر نشيلهم تاني. فيعني طيب هل في تكنولوجيات تانية من المفاعلات النوويه تخليني ازود العمر الافتراضي بتاع اليورانيوم بدل ما يعيش لي 5 سنين يعيش لي 100 سنه؟ الاجابه ايوه، في مفاعلات تانيه زي الفاست، مفاعل التوالد، التوالد السريع. مفاعل التوالد السريع دوت تكنولوجيا جديده، اللايف تايم بتاع المفاعل نفسه بيزيد من 60 بدل 30 40 سنه هيعيش الضعف، هيعيش ب 60 ل 80 سنه، دي حاجه كويسه. العمر الافتراضي بتاع اليورانيوم بيعيش 60 مره، فده معناها ان بدل ما يبقى اليورانيوم يكفيني 5 سنين هيكفيني 300 سنه مش هيكفيني 5 سنين. ايه كمان؟ بس في بقى شويه حاجات، في مفاعل نووي في امريكا اسمه كلينش ريفر بريدر رياكتور. كلينش ريفر مفاعل النووي اللي دوت بالتكنولوجيا دي اللي اسمه كلينش ريفر ده اتبنى واتقفل سنه 82 بعد ما اتبنى بثلاث سنين تقريبا. سنه 95 في مفاعل تاني في اليابان اسمه مونجو برضو توقف تشغيله سنه 97، وبعد سنتين بس من تشغيله فرنسا بعد 11 سنه من تشغيله فرنسا وقفت المفاعل الوحيد اللي كان عندها شغال بالتكنولوجيا ديت، الوحيد اللي في العالم كوميرشال كمان كان تجاري. هنشوف على شكل كم مفاعل في العالم موجودين من انواع المفاعلات دوت، وعاشوا كم سنه واتقفلوا ولا شغال لسه شغالين وحالتهم عامله ايه في السلايد اللي جاي. الكوست بتاعه المفاعل بتاع فرنسا دوت هو الوحيد اللي كان تجاري في كل المفاعلات النوويه بالتكنولوجيا ديت وصلت ل 12 بليون دولار. دي المفاعلات، كل الليسته بالمفاعلات النوويه اللي موجوده شغاله بالتكنولوجيا ديت اللي هي بيسموها تكنولوجيا التوالد السريع. الوحيد التجاري فيها كلمه حرف الاي بيقول ده ان هو اكسبيرمنتال تجريبي بيجربوه بس، وحرف الدي اللي بعد اسم المفاعل بيقول ان دوت ديمونستريشن عشان بس يبين التكنولوجيا ماشيه ازاي، ولكنهم مش بيجربوا عليه حاجات جديده، العلماء مش بيشغلوا عليه، هم بيشغلوه بس عشان الناس المهندسين يشوفوا تشغيله ازاي. لكن الوحيد اللي عنده حرف السي في المفاعلات دول كلهم هو المفاعل اللي اتقفل في فرنسا اللي اتفتح سنه 85 واتقفل سنه 97، يعني ما اشتغلش ال 80 سنه اللي المفروض يشتغلهم ولا 60 سنه اللي المفروض يشتغلهم، لان كانت كل المفاعلات دي عندها مشكله كبيره جدا في التكنولوجيا بتاعتها. عشان كده امريكا على سبيل المثال مش موجوده في اول 4-5 مفاعلات، امريكا ابتدتهم وقفلتهم بعديها على طول، ما فيش ولا امريكا النهارده ما عندهاش ولا مفاعل موجود بالتكنولوجيا دي. المفاعلات الوحيده موجوده في اماكن تانية زي انجلترا وفرنسا، وكلها اللي شغاله النهارده على الارض يا اما تجريبيه لسه بيجربوها، بيجربوا فيها حاجات العلماء شغالين عشان يحسنوا منها، او للديمونستريشن بس. الكلام ده للاسف معلش انا اسف ريزولوشن انا جبته من ريبورت الامريكان نيوكلير سوسايتي، وهو بيتكلم في الريبورت دوت بيناقش نوع ده من المفاعلات، وبيقول هنا يعني انت عارفين ساعات العلماء بيحبوا يبقوا دبلوماسيين، بيقول ان التكنولوجيا promising يعني واعده لكن لسه قدامها كتير قوي من الابحاث عشان تبقى تقدر انت تحطها على الارض وتشغلها النهارده. ودي الحته اللي ما بيتكلموا عليها في الريبورت دوت على النوع ده من المفاعل. في ريبورت تاني من مجموعه من العلماء
كان بيقودهم علماء في جامعة برينستون في أمريكا، بيتكلموا بيقول بعد 60 سنة تقريبا من وبعد ما صرفنا عشرات المليارات من الدولارات، النوع المولدات نوع المفاعلات دوت لسه مش محقق لنا الساتسفاكشن اللي احنا عايزينه، ما هو احناش راضيين عنه، ولسه احنا لازم نحط مجهود كبير جدا عشان نحطه على الارض يبقى مفاعل تجاري زي مصر هتحطه ويبتدي يشتغل ويولد كهرباء. بيقول لك كمان ان المانيا وانجلترا وامريكا وقفوا النوع ده تماما من المفاعلات. طيب هل في تكنولوجيا تانية للمفاعلات نقدر نستخدم عليها بحيث ان انا بدل ما استخدم اليورانيوم اشوف مصدر تاني من المصادر المشعه بحيث ان انا استخدمها في المفاعلات؟ ايوه، في بيتكلموا العلماء دلوقتي على المفاعلات تستخدم الثوريوم مش اليورانيوم. دي فيها ميزه كبيره جدا ان الثوريوم موجود اكتر بكتير جدا من اليورانيوم، فدي حاجه كويسه. 60% من الثوريوم ده موجود في الدول زي استراليا والولايات المتحده الامريكيه والهند والبرازيل والنرويج. الثوريوم دوت لو احنا عرفنا نستخدمه في توليد طاقه بالمفاعلات النوويه هيعيش الاف السنين، فدي برضو حاجه كويسه. لكن لحد النهارده ما عندناش مفاعل واحد شغال بالماده دي، كلهم اندر لسه تحت مجال البحث، لسه بعيد قوي ان احنا نحطهم على الارض. في مفاعلات كتيره موجوده في روسيا والصين وامريكا والنرويج والهند، لكن مش تجاريه. زائد كمان ان هم التشغيل بتاعهم اغلى من التشغيل بتاع المفاعلات اللي بتعتمد على اليورانيوم. طيب ده بالنسبه للطاقه النوويه. طيب الطاقه المولده من مصادر المياه، السد العالي، سد اثيوبيا، هل ديت نقدر نعتمد عليها كليات في العالم بحيث ان هل اقدر اخلي المصادر دي، مصادر المياه دي تديني كل الطاقه اللي انا محتاجها النهارده؟ تعال نشوفها. هي سستينبل طبعا، طالما هي دي من مصادر المواد، من مصادر الطاقه المتجدده. الهيدرو باور ديت او الطاقه المولده من مساقط المياه بتمثل للعالم كله 6% من انتاج الطاقه اللي موجود في العالم. تاني انا بقول الطاقه اللي انا بتكلم عليها مش كهرباء بس، كهرباء جزء منها. 6% عندنا تقريبا 45,000 سد موجودين في العالم، ربعهم تقريبا بيستخدم في انتاج الكهرباء. بس مش كل سد يقدر انا استخدمه في انتاج الكهرباء. سدود في عوائق كبيره لباقي السدود تخليني ما اقدرش استخدمهم في انتاج الطاقه عموما. زائد ان السدود، ويعني ممكن تعزيم المره الجايه الدكتور هاني سويلم يتكلم على يعني السنه الجايه بقى، لان عارف السنه دي خلاص انت عندك الليسته كلها، بس الدكتور هاني سويلم يتكلم على مشكله الميه والسدود، هي ده تخصصه، بتعمل ايه كمان في الايكو سيستم، في النظام الطبيعي بتاعنا، طبعا بتاثر عليها بطريقه سلبيه. لكن الاهم خليكم كده فاكرين هو ايه مصادر الميه اللي موجوده في الانهار دي؟ المطره. وايه مصادر المطره؟ لولا الشمس ما كانش في مطره. طب يعني انا بستخدم مصدر ثانوي من مصادر الطاقه اللي هو اصله الشمس اللي هو الميه، وسايب الشمس، هنتكلم على الشمس في الاخر خالص، سايب الشمس للاخر يعني. طيب ما انا اروح للشمس مباشره بدل ما استخدم صوره مخففه من مصدر الطاقه الشمسيه اللي هو المطره. طيب الاوشن ثيرمال، فرق درجات الحراره بين قاع المحيط وسطح المحيط انا ممكن اولد بيه كهرباء. والفرق درجات الحراره دوت مصدر من مصادر الطاقه اللي بيستخدم حاليا. فرق درجات الحراره ما بين قاع المحيط مثلا او قاع البحر وسطح البحر يقدر يديني 100 تيراوات، يعني 5 أضعاف اللي احنا عايزينه النهارده. ده الكل لو انا استهلكت كل مصادر الطاقه في المحيطات والبحار، فده مصدر كويس. بس لو انت دارس شويه هندسه صغيرين او فيزياء في ثانويه عامه، قانون التاني للديناميكا الحراريه بيقول لي ان فرق درجات الحراره ده بيتحكم لي في كفاءه التحويل من الحراره لمصدر بالشكل التاني للكهرباء. فرق درجات الحراره عندي حوالي 20 درجه مئويه،
وده يخلي لي الكفاءه بتاعت كارنوت حوالي 6%. دي كفاءه قليله جدا. فيبقى انا هحط استثمارات كتيره جدا عشان اتولد كفاءه، اولد طاقه بكفاءه قليله جدا. انا ممكن استخدمها لكن مش هقدر اعتمد عليها كمصدر اساسي ووحيد للعالم للطاقه. طيب جيوثيرمال، عارفين في بعض الاماكن الارض بتطلع ميه سخنه من بطن الارض، معناها عشان الارض سخنه من جوه من تحت. فهل انا اقدر استخدم الحراره الموجوده في بطن الارض دي وولد بيها كهرباء؟ الاجابه ايوه، احنا بنستخدمها النهارده، مش في يعني مش في مصر، لكن في اماكن كتيره بالذات في الدول زي السويد والنرويج والكلام ده بيقدروا بيستخدموا. هم عندهم محطات بتستخدم الطاقه الكامنه في بطن الارض لتوليد الكهرباء. طيب تعال نبص على انا اقدر استخدمها بقد ايه. لو انا استغليت كل اماكن الطاقه الجيوثيرمال اللي موجوده في الارض دلوقتي، هقدر اطلع 44 تيرا وات باور. ده تقريبا ضعف اللي انا محتاجه النهارده، تقريبا ضعف اللي انا محتاجه النهارده. الكوست بتاعها كويس، ما هوش وحش. احنا النهارده عندنا من الطاقه ديت 1 جيجا وات، 1 جيجا وات، الجيجا وات سوري التيرا وات 1000 جيجا. يعني انا عندي النهارده 1 على 20,000 من اللي انا عايزه. الطاقه دي مش مستهلكه، مش مستخدمه بصوره كفايه. لو انا فضلت استخدم اللي انا بستخدمه دلوقتي اللي هو الجيجا وات، هقدر اعيش فتره كبيره جدا، اقدر استخدم الدوت ل 3 تريليون سنه. اقدر اعيش فتره كبيره جدا من استهلك الطاقه ديت. لكن المعروف عشان كده الدول المتحفظه في استخدام الطاقه دي، انك بتعمل ايه؟ انت بتضخ سائل ميه على سبيل المثال لمده لمسافه 10 كيلو تحت سطح الارض، وتطلع لك تاني ميه سخنه من تيوب تانيه، وتستخدم الميه السخنه دي، هو ده خلاص تولد بيها توربينات، تولد بيها كهرباء، تعمل بيها اللي انت عايزه. معروف ان عمليه ضخ الميه وتطلعها ديت بتعمل لي هزات ارضيه، فما هياش مفضله. زائد كمان وان الميه وهي طالعه دي بتبقى ملوثه ب هيدروجين سلفايد وزرنيخ وزئبق، فالميه ديت فيها بتبقى كمان انت بتلوثها وبتطلعها تاني، فبتبقى ميه سامه. فدي برضو عشان تعالجها وتعرف تستخدمها محتاجة انك تصرف عليها اكتر. طيب طاقة الرياح، هل طاقة الرياح دي اقدر انا اعتمد عليها عشان تديني العشرين تيرا وات اللي انا عايزهم النهاردة في الطاقة؟ دي خريطة للعالم لتوزيع الرياح في العالم. كل ما اللون احمر في الاخر كل ما كانت سرعه الرياح عاليه، دي معناها ان انا في الاماكن دي اقدر احط محطات مزارع للرياح. لو بصينا الاماكن الصفراء والاماكن الاورنج موجوده فين؟ في البحار. وهنا لما ابتدي انا احطها في البحار ابتدي التكلفه بتاعه طاقه الرياح تزيد جدا. زائد الأهم من كده كمان من التكلفة، لأن في النهاية أنت عايز تولد طاقة، لو في النهاية هو ده المصدر الوحيد للطاقة وهو غالي هتولد طاقة، ما قدامكش حل تاني. غالي أو رخيص مش هيبقى له معنى لو هو المصدر الوحيد، لازم هتعتمد عليه. لكن واضح جدا أن مصادر أماكن الرياح العالية مش موجودة على الأرض، موجودة في البحار، معناها أن احنا كمان شبكة الكهرباء بتاعتي لازم توصل لي من مكان إنتاج الطاقة لمكان استهلاك الطاقة، دي لازم نحطها في الاعتبار. الحاجة كمان ديت أنا حبيت بس حوريكم طاقة الرياح ممكن تستخدم فين في مصر. مش في كل حتة في مصر، في الحتة المعينة اللي هي لونها المحمر والبربل اللي موجود ده، هو ده أكتر طاقة للرياح موجودة. دي الأماكن اللي بتقدر تستخدم فيها طاقة الرياح بطريقة اقتصادية في مصر. طيب طاقة الرياح النهاردة بتديني 300، النهارده اللي احنا بنولد منها 336 جيجا وات، رقم بعيد جدا عن ال 20 تيرا وات اللي احنا بنتكلم عليهم. طاقه الرياح تقدر تديني 72 تيرا وات، يعني تقريبا 4 أضعاف اللي احنا محتاجينه النهارده من الطاقه. فتقدر ده مصدر نقدر نعتمد عليه. بس في دراسه او عده دراسات، واشهرهم دراسه معموله بيو سي بيركلي، بتقول
ان كل ميجا وات بنحطها من طاقه الرياح بتقتل لي من 8 من 10 ل 2 طائر في السنه. كل برج من محطات توليد الكهرباء بالرياح دي بتقتل لي كل واحد بميجا وات بيقتل لي تقريبا من 1 ل 2 طائر في السنه. طب يعني ده لو معناه ان انا عندي كده 20 مليون طائر بيموتوا في السنه، ده معناه ان انا عندي، والنهارده عندنا معلومات بتقول ان انا عندي تقريبا 10,000 نوع خلاص قربوا 1000 نوع قربوا على الانقراض. يبقى انا بحنا بخل بالنظام الطبيعي بتاعه الارض وهساهم ان الانواع اكتر من الطيور دي هتنقرض. وده موضوع مهم، احنا مش يعني ممكن الناس ما تاخدوش باهميه، لكن ده موضوع لازم احنا كلنا ناخده باهميه، التوازن الطبيعي اللي موجود في الحياة في الـ في الـ في الـ على على الارض ده. لكن الاهم من كده كمان ان من المتعارف عليه ان طاقه الرياح لو ما فيش شمس ما فيش رياح. طاقه الرياح ما هي الا صوره مخففه جدا من طاقه الشمسيه، نسبه تحويل طاقه الشمس الى طاقه الرياح 1 من 10%. عشان احول الشمس لرياح نسبه الكفاءه بتاعه التحويل ده 1 من 10%، كفاءه قليله جدا. علشان الحاجه الاهم كمان، كل توربينه رياح قدرتها 1.5 ميجا وات بتاخد تقريبا 20 جالون تقريبا 80 لتر زيت عشان يبقى اسهل زيت تليين للمحرك. 20 جالون ده معناها ان انا محتاج 55 مليون جالون من الزيت كل سنه. مع ده لو انا هفترض ان انا كل 5 سنين هغيرها، مش هغيرها كل سنه، هغير الزيت ده كل 5 سنين، ده معناها ان لو انا عندي النهارده سعر الزيت معقول بعد 40 سنه بعد ما كمان كميته تقل سعره هيزيد، يبقى اكيد سعر الكهرباء المتولده من طاقه الرياح دي كمان هتزيد. اهم حاجه كمان علشان انا احنا هنغير الاويل بتاعنا دوت، فده خليني برضه ابص ارجع للنقطه الاولانيه تاني، هل انا احرق الاويل ولا اخليه علشان انا اعتمد عليه في طاقه الرياح؟ الاثنين متشابكين مع بعضيهم. طيب المتعارف عليه بقى ان طاقه الرياح ديت طاقه شرهه جدا للزيت ده، فاحنا يعني هيبقى عندنا مشكلتين، لو احنا نخلص الاويل هيتاثر الرياح، الا اذا جينا بتكنولوجيا جديده، ودي كلها نقط للبحث للعلماء، تجينا بتكنولوجيا جديده ان انا اقلل اقدر استخدم طاقه الرياح من غير ما استخدم الزيت دوت، او استخدم انواع تانية من اللوبريكنس اللي موجوده. طيب سولر، الصوره دي متاخده من مينامار، من بورما، دوله بورما اللي هي دلوقتي مينامار، والراجل اللي راكب على الفيل بتاعه دوت، اللمبات اللي موجوده عليه ديت دي كهرباء متولده من الطاقه الشمسيه. دي قريه صغيره بتقطع كل شغلانه القريه ديت في مينامار ان هي بتقطع اخشاب من الغابات وتتاجر فيها، وما كانش عندهم كهرباء خالص لحد ما هو حد يعني حد من الـ من الـ من المستثمرين الطيبين اداهم خلايا شمسيه عشان يحطوها عشان يولدوا كهرباء، فابتدوا يشتغلوا بالليل وبالنهار كمان يزودوا الانتاجيه بتاعتهم. وغير كده كمان شكل القريه تماما اختلف بعد وجود الكهرباء فيها. تعال نبص على الارقام بتاعه الطاقه الشمسيه. الارقام بتاعه الطاقه الشمسيه بتقول لي ان انا كل يوم نازل لي من الشمس قبل ما يخش على الغلاف الجوي 174,000 تيراوات. خلينا فاكرين احنا عايزين 20 تيراوات، نزل لي قبل الغلاف الجوي 174,000 تيراوات، اللي بيوصل لي على الارض منهم تقريبا 90,000 تيراوات، ده اللي بيوصل لي على الارض كلها. دي توزيع
دي توزيع الطاقة الشمسية أو الإشعاع الشمسي على العالم كله. الحتة الصفرة دي هي بيسموها الحزام الشمسي اللي فيها نسبة شمس عالية جدا. والكلام الموجود بيقول لك إن كل 6 ساعات الصحراء اللي موجودة في العالم بينزل عليها كل 6 ساعات شمس تكفي العالم كله طاقة في سنة. واللي تحت دي مصر، دي توزيع الطاقة الشمسية على مصر. كل ما بيضت كل ما الصورة بتاعت مصر الكالر كود، كل ما كان الصورة فاتحة كل ما كان نسبة الإشعاع الشمسي أعلى. طيب أنا دلوقتي الشمس بتديني تقريبا 90 ألف تيرا وات، ده أكتر حوالي 5000 أكتر من اللي أنا محتاجه النهاردة، 5000 مرة أكتر من اللي أنا محتاجه النهاردة. يعني ده معناه ان انا عندي طاقه كتيره جدا اقدر انتجها بالنهار واخزنها، ودي نقطه هنتكلم عليها بعد شويه عشان استخدمها بالليل من الطاقه الشمسيه. طيب ايه التكنولوجيات بتاعه الطاقه الشمسيه؟ ايه تكنولوجيات الطاقه الشمسيه اللي انا هقدر اتكلم عليها النهارده؟ هتكلم على نوعين من تكنولوجيات الطاقه الشمسيه، اللي هو الفوتوفولتيك اللي هو الخلايا خلايا ضوئيه، تمام، كهروضوئيه، الخلايا الكهروضوئيه. وان انا التكنولوجيا الثانيه ان انا اركز الشمس واخد الشمس ديت مجمعه في نقطه او في الخط، واستخدم الحراره المتركزه في الشمس ديت، ودي بنسميها كونسنتريتد سولار باور سي اس بي. فعندي البي في الخلايا الكهروضوئية أو المركزات الشمسية، دول النوعين اللي أنا هتكلم عليهم النهاردة. سنة 31 توماس أديسون في محادثة مع فورد، مع هنري فورد وهارفي فارستون، قال كالآتي: أنا هحط فلوسي كلها على الشمس، أراهن يعني إن الشمس هيبقى مصدر الطاقة بتاعي في المستقبل، ده مصدر عظيم للطاقة. I hope we don't have to wait. ده 31 سنة 31 كان بيتكلم عن الموضوع ده. أتمنى إن إحنا ما نستناش لحد ما البترول يخلص وبعدين نبتدي ندور على إن إحنا نستخدم الطاقة الشمسية. تقريبا 100 سنة عدت وإحنا لسه بنقول نفس الكلام. طيب انا همسك مصدر للطاقه ومصدرين دولت وابص عليه. هتكلم على اول المصادر تحويل الطاقه من الشمسيه الى كهرباء عن طريق الخلايا الكهروضوئيه. وديت التكنيك بتاعي، بيبقى التكنيك بتاعي بسيط. انا عندي نوعين من المواد، واحد بسميه ان تايب وواحد بسميه بي تايب. لما بتنزل عليهم الشمس، الضوء بتاع الشمس بحرر الكترونات من الاتوم، والالكترونات دي اول ما بتبتدي تتحرك خلاص يبقى كده انا عندي كهرباء. ده ببساطه جدا اللي بيحصل في الخلايا الشمسيه. عشان اجيب ال 20 تيرا وات دولت، انا هفترض ان انا عندي الاشعاع الشمسي على الارض 300 واط للمتر المربع. خلي بالكم انا حطيت رقم متواضع جدا بالنسبه لنسبه الاشعاع الشمسي اللي موجوده في مصر، لان انا بتكلم على العالم ما بتكلمش على مصر. فالمتوسط في العالم هو الرقم ده تقريبا على العالم كله، 300 واط لكل متر مربع. ده اللي هستخدمه في الحسابات بتاعتي. وهفترض ان كفاءه الخلايا الشمسيه ديت 20%. اي خليه شمسيه في النهارده بتشتريها في السوق كفاءه بتاعتها من 14 ل 16%. في ناس بتتكلم على كفاءات 40%، ودي هنتكلم عليها دلوقتي بعد شوية برضو، لكن ده موجودة يمكن في المعمل، زائد ان تكلفتها عالية جدا، زائد فيها مشكلة كمان هحب اتكلم عليها بعد دقيقة. لو انا عملت الحسبة دي 20 تيرا وات على 300 وات لكل متر مربع على في نسبة كفاءة 20%، الحسبة الصغيرة دي تطلع لي ان انا محتاج مساحة 500 متر علشان اغطي العالم كله النهارده بال 20 تيرا وات ده. كويس؟ لا. 500 كيلومتر في 500 كيلومتر، انا قلت ايه؟ بسيطه يعني. 500 كيلومتر في 500 كيلومتر عشان اغطي العالم كله بالطاقه اللي هو محتاجها النهارده. طيب عشان اصنع سنتيمتر مربع من الخلايا الشمسيه دي
انا بستخدم 2 كيلو ميه لكل 2 لتر ميه، 2 لتر ميه لكل سنتيمتر مربع، وتقريبا نص جرام من كيميكلز، من كيماويات ثانيه. ال 2 كيلو ميه دولت تقريبا بيدوني 2.17 جرام من الميه عشان اصنع كل الخلايا الشمسيه دي، وتقريبا ده استهلاكي هيبقى 300 مليون جرام في كل ثانيه لمده 20 سنه الجايين. لو انا مسكت الميه دي بس وحولت وفصلت الاكسجين عن الهيدروجين اللي فيها وخدت الهيدروجين دوت كحامل للطاقه بتاعت كميه الميه دي تكفيني ال 20 سنه عشان اخزن الكهرباء اللي انا هولدها من الشمس في هيدروجين، واخد الهيدروجين ده هو ده اللي انا احرقه واعمل به الطاقه اللي انا عايزها. يبقى العربيات بتاعتي شغاله بالهيدروجين مش بالبنزين. طب لطيف قوي، لما هحرق الهيدروجين ايه اللي هيحصل فيه؟ هيتحد تاني مع الاكسجين، والعربيه بدل ما تطلع لك غاز عادم ثاني اكسيد كربون وبتاع هتنزل لك ميه مقطره. يعني المخلف من حرق الهيدروجين ده ميه مقطره، مش حاجه بسيطه. لسه هنخزنه ازاي؟ هنخزنه في تنكات كغاز، ولا هنخزنه في تنكات كسائل، ولا هنخليه نحطه في مواد تمصه ولما تمتصه زي ما السفنج بيمص الميه كده وبعدين يطلعه وقت ما احنا عايزينه؟ دي مشكله تانية ممكن برضو نبقى نتكلم عليها في المستقبل. لكن الاهم هنا ان المايه اللي طالعه لي دي بتبقى معلش انا اسف، انا عندي حساسيه فكل شويه بكح. المايه اللي موجوده ديت بتطلع لي من تصنيع الخلايا الشمسيه بتبقى ملوثه ب 400 بارتكل بير بي بي ام، 400 بي بي ام، وديت نسبه تلوث عاليه جدا. تعال نشوف بقى التلوث ده جاي منين. التلوث ده لو انا هستخدم خلايا شمسية بتستخدم لي الخلايا الشمسية اللي أنا هستخدمها دي في كل سنتيمتر مربع بيحتاج تقريبا 17 جرام من الزرنيخ عشان أعمل خلايا شمسية مساحتها 500 كيلو متر. في 500 كيلو متر هستخدم، أنا محتاج 6 مليون طن من الزرنيخ. حد يعرف المخزون العالمي من الزرنيخ قد إيه؟ ثلاثة مليون طن. ما ينفعش أعمل الخلايا دي، لأن اللي أقدر أعمل نصهم بس، وبعد ما أعمل نصهم أنا خلي بالك أنا محتاج بعد 25 سنة أعمل خلايا تانية، لأن الخلايا دي بتعيش 25 سنة بس، وبعد كده لازم أعمل خلايا تانية. مش هلاقي عندي زرنيخ عشان أعمل بيه الخلايا التانية. طب أنا في مواد تانية غير الزرنيخ، أنا ممكن أعمل خلايا شمسية بمواد تانية غير الزرنيخ. في أنواع تانية من الخلايا الشمسية، الكادميوم تيلرايد، الخلايا الشمسية اللي معمولة من الكادميوم والتيلرايد بتستخدم 6.5 جرام للمتر مربع من التيلرايد. الخلايا الشمسية اللي هي السي اي جي اس بتستخدم 2.9 جرام من الانديوم. السيليكون جيرمانيوم بتستخدم 44 جرام بالمتر مربع من الجيرمانيوم. في كل الأحوال المواد ديت مواد نادرة، ولو أنا عملنا الخمسمائة كيلو بالخمسمائة كيلو المواد ديت أنا كده بستخدم معظم المخزون العالمي بتاعي، وفي المستقبل مش هقدر ألاقي المواد دي. طيب فالخلايا الشمسية مش يمكن ما تكونش هو المصدر المستدام أو التكنولوجيا اللي تديني مصدر طاقة شمسية مستدام. طيب تعال نبص على الـ CSP، التحويل الطاقة الشمسية عن طريق المركزات الشمسية. تحويل الطاقة الشمسية عن طريق المركزات الشمسية، هبص تاني على الـ 20 تيرا وات دولت اشوف انا محتاج منهم، محتاج مساحة قد ايه. الـ 20 تيرا وات دولت عشان اجيبهم انا هفترض برضو تاني 300 وات للمتر المربع. هستفترض ان انا هعمل مركزات شمسية زي اللي احنا شايفينها ديت، القطر بتاعها 10 متر، وهسيب مترين ما بين الواحد والواحد عشان اقدر اتحرك وانظف واعمل الصيانه اللي انا عايز اعملها. فهستخدم لكل طبق 12 متر، وكل طبق هيطلع لي 25 كيلو وات تقريبا من الطاقه الكهربائيه. ففي الحاله ديت هفترض ان المحرك اللي موجود على الطبق ده
المحرك ده اللي هو الجزء اللي في النص دوت ده المحرك اللي موجود، وده الطبق اللي موجود اللي بيعكس لي الشمس على المحرك دوت ويحول الشمس الى مصدر حراري، والمحرك اللي موجود ده بيحول لي الحراره بعد كده لكهرباء. وافترض ان كفاءه 30% ودي كفاءه معقوله بالنسبه للمحركات ديت. طيب ده معناها ان انا هستخدم تقريبا نفس ال 500 كيلو في ال 500 كيلو، ازيد حاجه بسيطه جدا من الخلايا الشمسيه. طيب بس ايه الفائده هنا؟ مفيش اي كيميكلز. لو بصينا تاني، هرجع تاني معلش ونبص على الطبق ده. الطبق ده عباره عن مرايات ومحرك، المحرك دوت عباره عن منتجات حديد، مفيش حاجه تانيه اكتر من كده. فما عنديش اي كيماويات موجوده فيه، ما عنديش اقدر الهيت اللي انا بستخدمه زياده عن حاجتي استخدمه عشان اعمل بيه ووتر ديسينيشن، تنقية للماء المالحة. ما عنديش تكنولوجيا عالية، يعني ممكن نعمل الكلام ده في أي بلد، مش لازم تعمل في بلد من البلاد المتقدمة. ما بلوث الماء بتاعتي، فدي فيها مميزات. طيب لو أنا حبيت أغطي العالم كله بطاقة شمسية، سواء من الخلايا الشمسية أو من المركزات الشمسية، المربع الصغير دوت اللي انتوا شايفينه الأحمر دوت يكفي، ده يقول لي أنا هولد كهرباء تكفي كل الطاقة اللي محتاجها أوروبا. المربع الثاني دوت اللي انتوا شايفينه يقول لي انا حولت كهرباء يكفي العالم كله. هبص بسرعه كده على مقارنه ما بين كم الطاقه اللي موجود في مصادر مختلفه للطاقه. الطاقه الشمسيه 85 ل 99 الف تيرا وات، في الصحراء بس عندي 7000 تقريبا تيرا وات. الاوشن ثيرمال 100 وات، 100 تيرا وات. طاقة الرياح 72، الجيوثيرمال 44، الطاقة المولدة من مصبات الأنهار ومصبات المياه عموما 7، بايوماس 7، الأوشن ويف ما كلمناش عليه النهاردة بس برضو 7، تايدال ويف 4، كوستال ويف 3. أكتر رقم فيهم هو الطاقة الشمسية. ولو بنتكلم على اماكن، على مش الطاقه الشمسيه مشكلتها الاساسيه هو البصمه بتاعتها، بتاخد مساحه كبيره. بس لو شفنا على الصحراء بتاعتنا الاماكن اللي مش مأهوله وبنستخدمها احسن بكتير جدا من ان اعمل ويند واحطه في وسط المحيطات. طيب هل في مشاكل مع الطاقه الشمسيه؟ ايوه، اهم مشكله مع الطاقه الشمسيه وانا اخزنها فين. انا بنتج الطاقه الشمسيه بالنهار وبحتاج استخدمها بالليل. طيب هل في حلول للحكايه دي؟ في حلول كتيره للحكايه دي. الحل ان انا لازم افكر في طريقه اخزن بيها الشمس او انتج كهرباء زياده. الكهرباء دي استخدمها ان انا ارفع ميه فوق مكان عالي وبالليل انزل الميه دي واحول بيها احولها تاني للكهرباء. كويس، ده حل. الحل ان انا زي ما الايطاليين بيعملوا بيمسكوا الملح ويسيحوه اثناء النهار، بيبقى عنده درجه حرارته عاليه جدا ويخزنوه هو سائل، وياخدوا وبالليل يمرروا في السائل دوت جوه مواسير معينه سائل تاني. السائل السخن ده يستخدموه ويحوضوه ويحولوا بيه الميه لبخار ويولدوا بيه كهرباء. لكن دي نقطه مهمه جدا احنا لازم نشتغل عليها في المستقبل، هو هنخزن الطاقه ديت ازاي عشان نستخدمها بالليل. العالم برضو بيتكلم على شبكات توصيل الكهرباء عالمية. يعني طالما أنا دلوقتي عندي نهار في مصر وليل في مصر ونهار في اليابان، لو احنا متوصلين بشبكة واحدة وقت ما هم عندهم شمس يولدوا كهرباء ويبعتوها لي هنا، وقت ما أنا عندي شمس أولد كهرباء وبعتها لهم هناك، يبقى احنا كده ممكن نتجنب مشكلة الليل والنهار. طبعا دي مشكلة كمان لازم نفكر فيها، هل الجريد دوت نعمله ازاي؟ محتاجين سمارت جريد، محتاجين نقلل كمان الفقد في الطاقة في الأسلاك بتاعتنا، فلازم نتكلم على الأسلاك هتتصنع من ايه. دي نقط للبحث. بس هل الطاقة بس كهرباء؟ لان الطاقة الشمسية ايا كان انا هحولها لكهرباء، بس انا عايز طاقة عشان اشغل العربية بتاعتي وشغل المصنع بتاعي. الحل زي ما احنا قلنا من شويه ان احنا نولد بالكهرباء ديت
نفصل هيدروجين عن الاكسجين من الميه، واخد الهيدروجين دوت اللي هو بيسموه حامل للطاقه، ولما اجي احرقه تاني يطلع لي طاقه، وبالتالي انا حليت مشكله ان الطاقه الشمسيه بتتحول اساسا لكهرباء، حليت مشكله الطاقه الثانيه. انا هسكيب دي، لكن عايز احكي لكم قبل ما اخلص، دي اخر سلايد عندي، قصه صغيره قوي. القصه دي بتقول ان كان في جمل صغير واقف مع مامته وبيقول لها قولي لي يا امي، هو احنا ليه رجلينا كبيره ومفرطحه؟ قالت له يعني سامحوا لي لو انا نطقي في العربي بايظ، قالت له عشان احنا مخلوقات ربنا خلقنا عشان نعيش في الصحراء، ورجلينا مفرطحه عشان نقدر نمشي على الرمله بتاعه الصحراء. قال لها طيب هو احنا ليه عندنا في ظهرنا السنم اللي موجود ده؟ قالت له عتيني عشان احنا مخلوقات مفروض نعيش في الصحراء، وظهرنا عشان نخزن فيه الاكل، لما بنمشي مسافات كبيره جدا من غير ما يبقى فيه اكل وميه في الصحراء نقدر نستخدم المخزون بتاعنا من اللي موجود في السنم بتاعنا في ان احنا نعيش من غير ما يحصل لنا حاجه. قال لها طب واحنا ليه الرموش بتاعتنا طويله؟ قالت له الرموش بتاعتنا طويله علشان لما بتقوم في الصحراء ساعات عواصف رمليه، الرموش الطويله دي بتحمينا من العواصف الرمليه دي ومن الرمال اللي موجوده في الصحراء. قال لها يعني احنا رجلينا مفرطحه عشان نعيش في الصحراء، وعندنا سنم عشان بنعيش في الصحراء، ورموشنا طويله عشان بنعيش في الصحراء، واحنا في حديقه الحيوانات بنعمل ايه؟ وده بالظبط كده. اوروبا وامريكا اللي ما عندهمش شمس عمالين يعملوا ابحاث في الطاقه الشمسيه، واحنا قاعدين نتفرج عليهم يصدروا لنا التكنولوجيا بتاعتهم ونستخدمها من غير ما احنا نخش، واحنا اللي اصلا المفروض نبقى احنا منتجين للطاقه الشمسيه. شكرا جدا على حسن استماعكم. شكرا دكتور إيهاب على المحاضرة المفيدة دي. والوقت الأسئلة اللي حضراتكم عايزين توجهوها لدكتور إيهاب إن شاء الله. احمد سعيد وزاره التخطيط، كنت بس حضرتك على القصه اللي بتتكلفه الاستخدام الاخير للطاقه الشمسيه ومقارنه بينها وبين القصه اللي بتكلفها بقيه الطاقه، لو في سلايد لحاجه زي كده. شكرا لحضرتك. التكلفه انت بتتكلم على التكلفه الطاقه الشمسيه والتكلفه بتاعت يعني مقارنه بينها وما بين بقيه لا انا 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 عايز عشان انا بتكلم على او للبترول عموما، عشان انا بتكلم على لو بتكلم النهارده البترول هيفوز، يعني احنا مش هنتكلم مش هنختلف في دي، لكن بعد ما البترول هينتهي هنعمل ايه؟ الغرض من المحاضره مش ان انا اقارن التكلفه النهارده ولا اقول التكنولوجيا النهارده اللي المفروض نستخدمها ايه، علشان اقول لك عشان اقول احنا المفروض نعتمد على ايه في انتاج الطاقه بتاعتنا النهارده. الاجابه على السؤال دوت في حاجات كثيره جدا، في اقتصاديات الطاقه لازم تحط في الاعتبار، في الامان الطاقه، هل انت عندك المصدر للطاقة دوت ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انت ما عندكش غاز هتعتمد على الغاز ازاي؟ ولو الغاز قطع عندك ما عندكش كده امان للطاقة بتاعتك، اي وقت يقطع عليك الغاز خلاص انت تحت رحمته، اي وقت منعوا ان هو يبعتوا لك اليورانيوم انت تحت الطاقة، انت تحت الرحمة بتاعتهم، لكن مين اللي هيقدر يمنع عنك الشمس؟ فانا بتكلم اولا ما بتكلمش الحل مش النهاردة، الحل بعد 100 ولا 150 سنة بعد مصادر الطاقة اللي احنا عارفينها النهاردة تخلص، واحنا خلاص اتفقنا ان هي هتخلص، الحل يبقى ايه؟ ده اللي كان الغرض من المحاضره النهارده. لكن لو انت برضو بتسالني سؤال، طب احنا نعتمد على ايه النهارده في مصر؟ اقول لك لا، مفيش دوله في العالم هتعيش ولا حتى بعد 100 سنه من غير ما يبقى عندها مصادر متنوعه للطاقه. قد يكون بعد 100 سنه احنا عندنا 80% سولر و10% غاز طبيعي وبترول، كويس، والنهارده قد يكون عندنا 90% بترول وغاز طبيعي و10% طاقه، لان ده اللي يناسبنا، يناسب اقتصادنا ويناسب سياساتنا ويناسب امان الطاقه بتاعنا، زائد كمان في اعتبارات سياسيه ممكن ما تكونش احنا واخدينها في اعتبارنا خالص وانا لن اتطرق ليها النهارده. السلام عليكم. لو سمحت، احنا كنا سمعنا ان مصر بتصنع الواح شمسيه، فهل ده فعلا حقيقي؟
في بعض في مصنع على حسب معرفتي ايوه في مصنع خاص اللي بيجمع الالواح الشمسيه ومصنع تابع للهيئه العربيه للتصنيع برضو بيجمع الالواح الشمسيه لكن الخلايا نفسها الشمسيه ما بتتصنعش في مصر. طب دي بتتباع هنا في مصر ولا بيصدروها بره؟ ايه يا فندم بتتباع هنا في مصر ولا بيصدروها بره الايه بعد ما بيجمعوها؟ انا ما عنديش الدراسه بس تصوري ان احنا السوق بتاعنا المصري يقدر يستهلك كل الانتاج من اللي بيتجمع في مصر وبنستورد كمان خلايا شمسيه. وده كان يعني لو انا بقى لو حد متابع لموضوع الطاقه ودي حته بقى انا كنت بقى يعني دكتور محمد شاكر يعني بقول عليه ان هو عمل حركه ذكيه جدا انه لما حط تعريف الطاقه الشمسيه حطها بعكس كل دول العالم، بمعنى حط التعريف الاغلى للمستثمر الكبير مش للمستثمر الصغير، وده اساسا علشان احنا بنستورد الخلايا الشمسيه من بره. فلو انت ما عندكش دولار في مصر وشجعت المستثمر الصغير النهارده يستثمر في الطاقه الشمسيه معناه ان هو هيطلع الدولارات بتاعته اللي موجوده في مصر يطلعها بره عشان يستورد، لكن لو هو شجع المستثمر الكبير المستثمر الكبير هيجي من بره بالدولارات بتاعته عشان يستثمر في مصر في الطاقه الشمسيه. فدي كانت لو حد كان يحب برضه يتكلم على التعريفه بتاعه الطاقه الشمسيه في مصر. مصر دخلت النهارده مجال الطاقه النوويه بحيث انها معاك دكتور انا مش عارف بس في ماشي انا اسف بحيث ان احنا تعاقدنا مع روسيا على بناء محطه نوويه في الضبع. طب التوجه العام ده موجود في اوروبا انها بدات تقلل من انتاج الطاقه النوويه بحيث زي ما حضرتك ذكرت ان المانيا في 2020 هتقفل كل محطاتها النوويه واحنا هنبدا في 2020 محطات نوويه، ايه راي حضرتك في السياسه دي؟ يعني تاني انت عارف القرار بيتاخد لاعتبارات كتيره، اعتبارات تكنولوجيه واعتبارات اقتصاديه واعتبارات سياسيه. عشان انا مش ما عنديش المعرفه المطبخ الراي العلمي يا فندم الراي العلمي هتكلم على حاجه واحده بيهم بس ده مش معناه ان القرار خاطئ او قرار صواب كويس. لا الاعتماد النهارده على الطاقه النوويه من الناحيه التكنولوجيه انا شايف ان القرار اتاخر قوي، اتاخر 30 سنه وما ينفعش انا ارجع اخد القرار بعد 30 سنه من التاخير، لكن قد يكون في اعتبارات ثانيه احلانا ولا انت نعرفها اقتصاديه وسياسيه، وبالتالي انا مش هقدر اعلق على القرار في مجمله صح ولا غلط. السلام عليكم. دلوقتي كنت عايز اسال ان احنا كنا بنحول الهيدروجين ناخد الهيدروجين من الميه عشان نعمله نساعده في الخلايا بتاعه السولار بيلز. دلوقتي هل لما ناخد احنا الهيدروجين ده هياثر على الثروه السمكيه لان احنا كده بنزود نسبه الاكسجين فيه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني انه دلوقتي AUC عامله ميجر جديد سولار انرجي، دلوقتي الخريجين بتوع سولار انرجي يشتغلوا فين؟ ما فيش كومبانيز في مصر. هجاوب على السؤال الاخرين الاول لان يعني حبتالي لا في شركات في السنه اللي فاتت 120 شركه طاقه شمسيه موجودين اتعاملوا جداد في مصر. معظم الشركات اللي موجوده ديت شركات بتحط على الارض خلايا شمسيه وبتنفذ مشاريع على الارض، ففي دلوقتي سوق للطاقه الشمسيه اتعمل في مصر بعد التعريفه الجديده ما اتعملت. انا متخيل ان السوق دوت هيزيد، عدد الشركات هيزيد، وبعدين هتيجي فتره معينه بعد كده الشركات ديت هتشتري بعضيها، الشركه الكبيره هتاكل الشركه الصغيره وهكذا. فلا في سوق، احنا ما عملناش في الجامعه الامريكيه ميجر جديد للطاقه الشمسيه، احنا عملنا ماينور جديد، ماينور حاجه تاخديها جنب الديجري بتاعتك، اظن 6 كورسات بس عشان للطاقه الشمسيه، ده تابع قسم الفيزياء في الجامعه الامريكيه. ما تنسيش ان تحويل الهيدروجين بقى لما بكسر الميه لاكسجين وهيدروجين، لما بتحرق الهيدروجين بيرجع تاني ميه. ايوه بفقد جزء من الميه صغير جدا في الطريق، لكن الجزء التاني بيرجع ميه مع الامطار اللي موجوده والكلام ده. انا مش خبير في الحته ديت، انا ممكن اقعد اقرا وابص عليها تاني واسال حد من المتخصصين في المجال دوت وارجع باجابه ليكي، وانا عندك الايميل بتاعي انا حطيته، فممكن ترجع يعني تبعتي لي بعد كده اسبوع ولا حاجه اكون سالت واكون جبت لك اجابه على الموضوع ده. شكرا. اجابه علميه يعني اديتك احساسي. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتور، لاحظت ان حضرتك لما بتتكلم عن الجيوثيرمال او الفوتوفولتيك لاحظت ان حضرتك بتقول برضو ان كل الحاجات دي برغم ان هي ممكن تبقى سستينابل بعد مده معينه يعني المواد اللي بتخش في تصنيعها ما بتبقاش موجوده. طب بعد كده هنعمل ايه؟ يعني لما السولار اوكي الشمس موجوده بس الماده اللي بتخش مثلا في تصنيع الفوتوفولتيك السولار بانل نفسه
مش هيبقى موجود. يعني انا يعني على الرغم ان انا الفرضيه بتاعتي من بدايه المحاضره كنت بقول لو عندنا مصدر وحيد للطاقه يبقى ايه، لكن انا متاكد تماما ان عمر ما هيبقى عندنا مصدر وحيد للطاقه، هيبقى عندنا مصادر متنوعه للطاقه. هنفضل نستخدم كل انواع الطاقه ديت، بس لازم نستخدمها بطريقه لتخليها تعيش معانا فتره اكتر، بالذات الطاقه مصادر الطاقه غير المستدامه. الخلايا الشمسيه انا اتكلمت برضو على المخزون اللي احنا عارفينه النهارده، قد يكون في مخزون تاني احنا ما نعرفوش من الـ من الـ من الزرنيخ او من الكادميوم او الانديوم او هكذا او الحاجات دي، لكن في النهايه احنا وصلنا لتكنولوجيا انا شايف ان دي ممكن تبقى هي التكنولوجيا اللي هتبقى نسبه انتاج الطاقه منها كبيره في المستقبل، اللي هو المركزات الشمسيه، لان دي ما فيهاش اي حاجه تانيه بتستخدميها الا مواد نادره ولا 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 اويل ولا كلام من ده. بس هل برضو احنا بندور على الباد افكت او سايد افكت بتاع المصادر ديت؟ يعني اكيد احنا عايزين نقلل الاويل علشان دي باد افكت، وعايزين نقلل برضو اللي هو السي او 2 اميشن. فاحنا هل يعني ده المركزات الشمسيه ما بتعملش اي سوء اي تمام. اي اميشن، بس حياتك اللي هي حاجات المصادر الاخرى. ما هو يعني ما برضو يعني عشان نبقى واقعيين، عمر العالم هيبقى فيه مصدر وحيد للطاقه، دي لازم نبقى عارفينها. احنا لما احنا لو قللنا النهارده من مصادر من اعتمادنا على طاقه الطاقه المنتجه من البترول والغاز الطبيعي والفحم، احنا هنقلل الاميشن بتاعنا اللي موجود. يعني بدل ما هو دلوقتي عمال يزيد هيرجع تاني هيقل. لو اعتمدنا على الطاقه الشمسيه الاميشن بتاعنا هيقل. انا عندي سؤالين. هل ممكن نعمل هايبريد سيستمز مثلا ما بين السولر والويند انرجي، خصوصا ان انا شفت حاجه زي كده مش عارف ايه البوتنشلز ان احنا نكمل في حاجه زي كده؟ ممكن نعمل هايبريد سيستم بين تكنولوجيات مختلفه. انا ما اتكلمتش عليها النهارده لان كنت بتكلم على التكنولوجيا صريحه كده. يعني ممكن نعمل مثلا برضو هايبريد سيستم ما بين الطاقه الشمسيه بالنهار والاويل بالليل. المركزات الشمسيه دي بدل ما هي تشتغل بالنهار بالطاقه الشمسيه، وبالليل بسخنها بغاز طبيعي تطلع لي كهرباء، او السولار والويند. والسولار والويند يعني مثلا يبقى عندي نفس طبعًا. حاجه فيها طبعًا. فيها سولار فوق طبعا، وفي كمان حاجات. لو انت شفت على اضاءه الشوارع اليومين دول، ناس كثيره جدا بتتكلم على اضاءه شوارع باستخدام توربينات رياح صغيره فوق العمود بتاع الكهرباء العادي، وخليه شمسيه. الخليه الشمسيه بتشتغل النهار او لما فيش ويند، ولما يبقى فيه ويند ده بيعوض في ده. السؤال الثاني، شفت اشكال مختلفه او جديده من السولار باور؟ يعني مثلا سولار باودر، او يعني بتاخد شكل عامل كده بحاجه اسمها باودر، انا مش فاهم قوي الحته دي. فايه الاشكال الجديده اللي ممكن تاخدها السيلز بتاعت السولار؟ شكرا. الخلايا الشمسيه لما بتستخدمها بتبقى تقريبا يعني يا اما مربعه يا اما مدوره، وبعدين انت بتاخدها بعد كده ترصها في الواح شمسيه. لكن في تكنولوجيا جديده كمان طالعه، ان انت بتعمل الخلايا الشمسيه على حاجات سهلة التاني فلكسبل، ودي تقدر تديها الأشكال اللي أنت عايزها. لكن في النهاية هي خلايا شمسية أيا كان الشكل بتاعها إيه، هي خلايا شمسية. الأشكال اللي تاخدها الخلايا الشمسية دي، أنا في رأيي عشان لو الحد دارس بقى طاقة شمسية كويس، ما هياش محببة، لأن أنت بتضيع جزء من إنتاج الكهرباء بتاعتك. الخلايا الشمسية لازم تبقى طول الوقت بصة للشمس وبتتبع الشمس. لو هي مموجة، في جزء منها هيشوف الشمس وجزء تاني مش هيشوف الشمس. فلو هو بيستخدم الخلايا الشمسيه عشان تولد له طاقه مع شكل جمالي كمان، هو بيضحي هنا بجزء كبير من الطاقه المولده علشان الشكل الجمالي، واللي انا ما احبذوش، لان في الحاله دي انت بتلوث البيئه وبتعمل حاجات كثيره جدا عشان تنتج الخلايا الشمسيه دي، في نفس الوقت انت ما بتستخدمهاش باقصى قدره ممكنه ليها. انا حضرتك دكتور، انت لما اتكلمت في اخر حته بالنسبه للهيدروجين ستورج، لما نفصل الهيدروجين من الميه ويبطل معنا الاكسجين، الهيدروجين ده اللي فصلناه، عمليه نقله وعمليه تخزينه، يعني دي عمليه مكلفه جدا، عمليه خطيره. فهل هناك تكنيك معين عشان نعمل عمليه ستورج للهيدروجين؟ في ثلاث طرق العالم بيتكلم عليها على تخزين الهيدروجين. عمليه اولا فصل الهيدروجين من الاكسجين مش عمليه برضو معقده، بالذات لو حابين نتكلم على فصل الهيدروجين من الاكسجين
او في الميه يعني من ميه البحر عشان ما استهلكش الميه العذبه بتاعت الانهار. دي عمليه برضو معقده ومحتاجه، وفي ناس كتير شغالين فيها، في نتائج فيها كويسه لكن لسه محتاجه شغل. لكن تخزين الهيدروجين كمان دي مشكله اكبر كتير جدا. ممكن اخزن الهيدروجين في ثلاث اشكال. اخزنه على شكل غاز في اسطوانات ومضغوطه كويس، ودي عامل الامان بتاعها قليل جدا، لان لو انفجرت دي عباره عن قنبله على طول. انا كنت فاكر النهارده اجيب معايا بالونتين كده، واحده فيهم هيدروجين وواحده فيهم هيليوم، ونسيت كان عشان اوريك الهيدروجين بيعمل ايه لما بتحرق في الهواء يعني. ممكن كمان اعمل له عمليه اساله واخزنه في تنكات كسائل، او ممكن في بعض المواد بيسموها هيدرايدز، المواد دي بتمتص الهيدروجين بالظبط كان زي ما السفنجه بتمتص الميه، وبتيجي عند ظروف معينه تبتدي تطلع الهيدروجين بتاعها تاني. ودي التكنولوجيا الامن في تخزين الهيدروجين. هل هي موجوده النهارده؟ الثلاث طرق لتخزين الهيدروجين دول موجودين؟ ايوه موجودين، في اي شركات عربيات كتيره شغاله العربيات بتاعتها بالهيدروجين، بيستخدموا سواء الهيدريدز او سواء التنكات الليكويد علشان في تنكات العربيات. لكن حجم التانك بتاع الهيدروجين للعربية بيبقى كبير جدا على هو ليكويد، اصغر قوي لو هو في ماده هيدريدز اللي هو الماده السوليد، مواد معينه ميتالز بتمتص الهيدروجين وتطلعه وقت الظروف وقت ما انت عايز، فتبقى الحجم بتاعها اصغر. واظن هي دي التكنولوجيا اللي هتظهر في المستقبل لتخزين الهيدروجين وهتستدام يعني. المهندس مجدي سعيد من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. أستاذينك بس السؤال الأول، إن هو بس جميع أكتر من شركة على مستوى العالم اتقدمت بعروض بخصوص الخلايا الكهروضوئية، فكل العروض اقتصادياً عالية جداً بالنسبة لمصر، وتم دراسة أكتر من عرض لحين تنفيذه في مصر مفيش ولا عرض مقبول بالنسبة للاقتصاد بتاع مصر. والحل الثاني إن المشكلة في المراكز بتاعة الكهروضوئية الثانية، ان كل الصيانه الوقائيه بتاعتها عاليه جدا. الصيانه الوقائيه لما تم الدراسه عليها لقى الصيانه الوقائيه بتاعتها عاليه جدا، فتحتاج جميع المحركات بتاعتها تحتاج صيانه سنويه ونصف سنويه، فتحتاج اقتصاد اعلى بكتير من الخلايا الكهروضوئيه. فتم التمركز على الخلايا الكهروضوئيه في مصر، وجاري تلبيه ان هم يعملوا خلايا كهروضوئيه في مصر ومحطات، وتم تفعيل هذا الموضوع من فتره كبيره في محطه في منطقه الكريمات، وفي معهد تابع لوزاره الكهرباء في المقطم. المعهد كله شغال بالكهروضوئيه، وفي زياده 40 كيلو واط بينتجوا للشبكه الخارجيه. فدي مشكلة كبيرة عندنا في مصر، ان ما فيش اصلا اقتصاد يكفي الخلايا الكهروضوئية بالنسبة ان على مستوى مصر تستفاد ككهروضوئية. فدي مشكلة كبيرة وعايزة دراسة جامدة بالنسبة لمصر. وكل الشركات اللي بتقدم بأسعار عالية جدا فوق الخيال. وحتى لما الشركة الروسية تقدمت بالموضوع الكهرونووية اللي هو بيتنفس في منطقة الضبعة، الموضوع ده هيتنفس 35 سنة، يعني هتستفاد به الشركة 35 سنة هتستفاد به، العائد هيروح للشركة الروسية، هتبقى لنا كهرباء. بس ده مشكلة، ما ينتج عنه مشاكل وينتج عنه حاجات كتير، بس اقتصاديا لمصر هو كويس ده في بعد كده في المستقبل. فاحنا محتاجين دراسة من جميع العلماء ومن جميع الدكاترة في قصة الخلايا الكهروضوئية. واشكرك. يعني ترجع تاني، هدف المحاضره النهارده ان ما كنتش اقول ايه الحل للمشكله النهارده، احنا كنا بنفكر على الحل للمشكله بعد 100 سنه من النهارده، بعد 150 سنه من النهارده. لما كنا بنبص على اقتصاديات الطاقه عموما النهارده، هنلاقي ان الغاز الطبيعي والبترول هم الفائز رقم واحد، بيدوا لي طاقه باسعار رخيصه. تيجي بعديهم طاقه الرياح، تيجي بعديهم الخلايا الشمسية، تيجي بعديهم السي اس بي المركزات الشمسية. هم دول بالترتيب كده مين أرخص فالأغلى. لكن النهاردة اقتصاديات الطاقة في مصر، لو أنت ما عندكش طاقة مفيش حاجة اسمها اقتصاد الطاقة، في حاجة لازم تشتريها. لو أنت جعان مش لاقي تاكل
وفي جيبك 100 جنيه وقال لك اخر ساعه قال لك سندوتش الطعميه ده ب 100 جنيه هتدفعه ال 100 جنيه عشان تاكل. فاحنا محتاجين الطاقه، هنجيب الطاقه بتاعتنا باي صوره او بصوره اخرى. تنوع الطاقه هو ده الحاجه الامثل لاي بلد، ان يبقى عندك مصادر كتيره للطاقه المختلفه. ومش بس كده، كمان انك في بعض الطاقات الغاليه زي ما المانيا عملت في فتره من الفترات، المانيا كانت بتشجع المستثمر الصغير انه يحط خلايا شمسيه فوق بيته، وكان بيبيع للشبكه الكهرباء كيلو وات كهرباء تقريبا باربع اضعاف السعر اللي هو بيشتريه. لا يا فندم ما تعملش في مصر كده، انا طيب ماشي. انا ممكن نقعد نحلل بعد كده مع بعض الايصال دوت الكلام ايه، لان احنا ممكن نتكلم هو العائد على الاستثمار. لو انت حطيت خلايا شمسيه النهارده، انا وانا حطيت خلايا شمسيه النهارده فوق بيتي، ارجع ثمن الخلايا الشمسيه دي في كم سنه؟ 12 سنه، من 10 ل 12 سنه خلق ثمنها كويس من حصيله بيعها للشبكه. لكن المستثمر الكبير لو جه حط النهارده خلايا شمسيه على الارض، بس محطات كبيره طبعا، والراجل بيستثمر كتير، انا حطيت مثلا 50,000 جنيه ولا حاجه، هو حط على حسب الطاقه بتاعته مليارات. لو حط 1 جيجا وات هيحط تقريبا من 1 ل 2 مليار دولار استثمار. ده يرجع فلوسه من 5 ل 7 سنين على حسب جاب الخلايا منين، هو بيصنعها ولا لا، حاجات كتيره جدا. فواضح ان هو وده حاجه انا شايفها حاجه ذكيه جدا من الحكومه ان هي عملتها، ان هي شجعت المستثمر الكبير مش المستثمر الصغير في المرحله دي، علشان احنا كمان عندنا مشاكل تانية كمان، مش بس مشكله الطاقه، مشكله كمان عمله اجنبيه مش متوفره. فما ينفعش ان انا ادبليت بلد من العمله الاجنبيه واطلعها كلها بره، بان انا اسمح لإيهاب وعمرو وعلي كل واحد يشتري فيهم عدد خلايا مش خلايا شمسيه ويطلع الدولارات بتاعته بره. فالحكومة النهاردة بتبيع أظن للمستثمر الصغير سعر الكيلو وات تقريبا أغلى حاجة بسيطة جدا من سعر التكلفة كويس، فتسمح لك أنك ترجع استثماراتك من 10-12 سنة. ما تنساش أن عمر الألواح الشمسية دي هتعيش فوق بيتك من 20-25 سنة. أنا ليه سؤال، أربع أسئلة الحقيقة. اولا حضرتك قلت ان السي اس بي تعتبر انفايرمنتلي مش مضره زي الفوتوفولتيكس، طب ليه الفوتوفولتيكس هي المنتشره اكتر؟ علشان احنا لما ابتدينا نعمل ابحاث وابتدينا نعمل تطوير في المجال دوت، هو ده اللي خد البرستيج الاول، فتحرك اسرع، فبقينا ننتج خلايا شمسيه بسعر رخيص واهملنا شويه السي اس بي. لكن يعني هل هي ارخص؟ الفوتوفولتيكس ارخص؟ انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسيه ارخص من انتاج الكهرباء النهارده ارخص من انتاج الكهرباء من المركزات الشمسيه. تمام. طيب انا سمعت والله انا حضرتك صحح لي المعلومه ان من مشاكل الفوتوفولتيكس في مصر المينتنس بتاعها نتيجه للتلوث والتراب والعوامل التعريه اللي موجوده غير المناخ مثلا في دول تانية، هل ده صحيح ولا لا؟ طبعا الأتربة اللي موجودة في مصر بتأثر شوية على ان الخلايا الشمسية تمتص، يعني هي بتعكس الضوء اللي نازل عليها، فمش كل الضوء بيروح للخلايا الشمسية، ودي المشكلة الأساسية. لكن بشوية تنظيف بسيط المشكلة تتحل. يعني في كمان الناس بتفكر ان لو انا هعمل محطة كبيرة وحنضف بمية، ما انا ممكن استخدم المية دي عشان ازرع تحت الخلايا الشمسية جوجوبا ولا جتروفا، واستخدم الزيت اللي طالع من الجوجوبا اللي بتستخدم مية قليلة من الجوجوبا ولا جتروفا دول، استخدمهم واعصرهم واطلع زيت اطلع بيه طاقة، هو كمان يبقى انا ما ضيعتش مية كتير. ايوه في مشكلة للتنظيف، لكن يعني المشكلة موجودة في كل مكان هيستخدم طاقة شمسية، بتبقى أكبر من مكان لمكان. يعني في يوروب عشان عندهم أمطار كتير المشكلة قليلة، لكن ما تنسيش برضو إن يوروب عندهمش شمس كتير. أكيد. فربنا بيدي. بيتعادل دي يعني. الغطاء على قد البرد. طب أنا قريت في أبحاث قريب يعني إن هو ابتدى يبقى فيه تصنيع في واجهات المباني نفسها نوع معين من الإزاز بيشتغل زي السي إس بي. لا مش زي السي إس بي، زي الخلايا الشمسية. يمكن أنا فهمت غلط. أيوة في أنا ممكن أحط الزميل اللي سأل من شوية الخلايا اللي هي الفلكسبل دي، تحطها على واجهات المباني وحول بيها الطاقة الشمسية إلى
حول بها الضوء بتاع الشمس الى كهرباء، وده ممكن. لكن تاني الخلايا الشمسيه علشان تبقى تقدر تطلع اكبر جزء من الطاقه ويبقى اقتصادياتها كويسه، انا لازم الخلايا الشمسيه تبقى مايله بدرجه معينه. الدرجه دي تبقى بتختلف من بلد لبلد، مش بس كده، كمان لو انا عايز اطلع طاقه اكتر ودي هتبقى بتكلفه اكتر شويه، لازم اخلي الخلايا الشمسيه دي تمشي ورا الشمس من اول ما تطلع، اول ما الشمس تطلع تحت، وبعدين تمشي وراها طول النهار لحد ما تغرب. وديت معناها ان انا لازم احرك الخلايا الشمسيه بتاعتي على اكسس معينه، وديت بتكلف الكوست. في مصر انا ادعي انك لو حركنا الخلايا الشمسيه ديت، التكلفه بتاعت ان انا اخليها تتحرك والمينتنس الزياده اللي انا هحطه عشان اخليها تتحرك ما يكافئش العائد اللي جاي لي زياده في الطاقه اللي انا هنتجها. فانا افضل ان احنا نثبتها ونهارنس وناخد الطاقه الشمسيه ديت نحولها لكهرباء. طيب تفضل. بس اخر مشكله عايزه اسال عليها، المسطح الكبير للخلايا الشمسيه بتحتاجها، ودراسات ان هي ستراكشرلي تبقى فعاله، يعني سواء ان هي تحط على اسطح المباني، هل ده الاصح، ولا ان انا اوجد دايما مساحه فاضيه في اي سايت ان انا احط فيها الخلايا الشمسيه دي على الارض؟ اي مساحه فاضيه تحقق الشروط، ان ما يبقاش عليها ظل ما طول اليوم، ما يجيش عليها ظل، دي مهمه جدا. ان هي تبقى سهله ان انا اروح اعمل لها المينتنس بتاعها، اقدر اغطيها بخلايا شمسيه، ده كلها مفيده، بالذات لو سعر الخلايا الشمسيه رخص هيبقى مفيده اكتر للشخص وللبلد، وده اللي عملته المانيا على فكره يعني. طيب اوكي، شكرا. السلام عليكم دكتور. هتكلم يا دكتور، حضرتك هتكلم يعني عن ثلاث نقط بالظبط. بالنسبه للتخزين بتاع الكهرباء او الطاقه اللي بتطلع من الطاقه الشمسيه، صناعه الشمسيه نفسها ما بتكلفنيش اكتر من صناعه البطاريه، وخاصه ان البطاريه العمر الافتراضي بتاعها قليل جدا، يعني ما بيكملش مثلا 8 سنين او 6 سنين ولازم نغير البطاريات تاني، فده بيزود لي الكوست اعلى. دي حاجه بالنسبه للتخزين. الحاجه الثانيه بالنسبه للاتربه، زي ما الباشمهندسة قالت، الازاز نفسه، الصناعه بتاعته، الماتيريال بتاعته بتجذب التراب والغبار والكلام ده، فبتقلل لي الكفاءه بنسبه حوالي 20% من الكفاءه الاصليه بتاعتها. فهل في ازاز او ماتيريال ممكن الصناعه بتاعته نفسها ما بتجذبش التراب؟ ده كان يعني بحث عاملينه في البي وي وما توصلناش لحاجه لحد دلوقتي يعني. آخر حاجة بتكلم عنها اللي هي فكرة التوعية وإقناع المستثمرين، يمكن دي الحاجة اللي بتعملها ألمانيا حاليا، إزاي تقنع المستثمر أنه يشتغل على الطاقة الشمسية. شكرا لحضرتك. السؤال الأولاني كان التخزين. التخزين يعني لما تيجي حد يكلمني النهاردة يقول لي أنا هحول الطاقة الشمسية وهخزن في البطاريات، بقول له لو سمحت ما تعملش كده، سعر البطاريات غالي، بيخلي لك بدل سعر التكلفه اكس بيخلوه 2 اكس على طول مره واحده، فسعر ما تخزنش، حط الكهرباء بتاعتك على الشبكه وخد من الشبكه. دي احسن طريقه للنهارده لتوليد الكهرباء، حط الكهرباء اللي انت بتنتجها على الشبكه وخد من الشبكه. بطاريات، انا مش من الناس اللي بتتكلم خالص على تخزين طاقه في البطاريات، وما اظنش ان انا في المحاضره لما قلت هنخزن الطاقه جبت سيره البطاريات، لان على الرغم ان في بعض الشركات العالميه اللي عملت طفره في موضوع البطاريات السنه اللي فاتت دي، بس برضو احنا لسه، انا لسه ضد ان احنا نخزن في البطاريات بالصوره التقليديه دي. السؤال الثاني بتاعك الازاز، ايوه في بعض من الاسطح ايا كانت هي السطح بتاعها ايه اللي طارد لاي حاجه تيجي عليها، ودي باستخدام النانو تكنولوجيا اقدر انا اعمل الازاز بتاع الميه، سوري الازاز او الطبقه الخارجيه بتاعه الخلايا الشمسيه، ماده طارده للاتربه عن طريق ان ماده بيسموها ليها طاقه سطح قليله هيدروفوبيك، بالتالي تقوم على طول طرده لي الغبار، الغبار ما يلزقش عليها بنفسه. ودي موجوده في اماكن كثيره جدا في العالم، لسه التكلفه بتاعتها غاليه شويه، هتزود على سعر التكلفه بتاعه الخلايا الشمسيه، عشان كده المستثمرين بيتجنبوها او الشركات الكبيره بتتجنبها.
لكن عشان السؤال الثالث عشان نقنع المستثمرين الحاجة الحقيقية اللي تقنع المستثمر إنه يستثمر في الحكاية دي هو الربحية بتاعته تبقى كام لا أنا ولا أنت. لو سمعت في نقطتين بس لو سمعت. النقطة الأولى حضرتك دلوقتي بالنسبة للبحث العلمي في الدول الأوروبية وأمريكا موجه لأني نوع من الطاقة بالضبط هل مثلا البي في أو الويند ترباين. النقطة الثانية حضرتك كنت قلت في اللي هو بحث مثلا تقريبا في استراليا اللي هو في بي في بتنتج حوالي 40% يعني ده لا هو مش في استراليا في أبحاث في الطاقة الشمسية في المعامل في خلايا شمسية بتنتج 40% لكن التركيب بتاعها بيبقى متعدد الطبقات فمعناها ان انا كل طبقة بحط فيها المواد زي الانديوم والارسنك وهكذا فبتزود لي نسبة التلوث وانا بصنع المادة بتاعتي زائد ان هي كمان بتزود لي نسبة المادة النادرة دي نسبة استخدامها في الخلايا الشمسية بتاعتي فبالتالي صحيح انا بزود الكفاءة 40% لكن السنتيمتر المربع بدل ما يستخدم لي نص جرام من الارسنك هيستخدم لي مثلا جرام من الارسنك فهي هي يعني عشان كده صحيح الكفاءة بتزيد لكن برضو ما هياش هي ما هتحل لي مشكلة استخدام المواد النادرة وهتخلص بسرعة. تمام. طيب بالنسبة بس للنقطة الأولى اللي هي البحث العلمي حاليا موجه في العالم ناحية أي نوع من الطاقة يعني. بص أنا البحث العلمي موجه ناحية المشاكل. ففي مشكلة في الطاقة هتلاقي في ناس شغالين على كل الأنواع اللي أنا اتكلمت عليها دي النهاردة في كل أنحاء العالم. الدول عن طريق سياساتها هي اللي بتوجه كمان البحث العلمي. البحث العلمي دايما محتاج تمويل. التمويل جاي في أي حتة تلاقي الباحثين كلهم راحوا في الحتة اللي فيها تمويل. ممكن نبص على استراتيجية أمريكا واستراتيجية ألمانيا في الطاقة وفي البحث العلمي. بس اللي أنا متأكد منه إن كل الدول هتلاقي في أمريكا مثلا كل النقط دي شغالين المفاعلات اللي شغالة بالثوريوم شغالين فيها. الفاست بريدر وقفت شوية خلايا شمسية الجيل الثالث والرابع شغالين فيها بحث علمي السي اس بي بنتج محركات ومرايات تعكس الشمس بكفاءة عالية برضو شغالين فيها محمد هلال محمد هلال طالب في مجال العمارة الرقمية ومهتم في مجال من اهتمامي في توفير الطاقة من أول إن احنا نعمل مباني زي ما حضرتك قلت في أول المحاضرة إن هي ما تستهلكش طاقة أساساً لحد إن احنا الطاقة اللي هنستخدمها القليلة دي إزاي نطلعها بنعدي على حاجات كتيرة وشفنا تطورات كتيرة الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلت في الشركات اللي موجودة في مصر وفي المغرب بس ده كله احنا يمكن عندنا تخوفات صغيرة إن هو يكون تحقيق لميونيخ ري أو ديزرتك لو حضرتك اكيد عندك معرفه بيه فالمخطط بتاع ديزرتك عايز اسمع راي حضرتك عنه ديزرتك ممكن استاذ اشرف امين معانا حاضر النهارده من الاهرام وهو يعني انا عارف ان هو متابع لموضوع ديزرتك خلينا ابسط لك ديزرتك ايه واشرف لو انت تحب تزود بعديه حاجه يعني اكيد انت متابع اكتر مني ديزرتك ببساطه ان هم الاتحاد الاوروبي شركات في الاتحاد الاوروبي اجتمعوا مع بعض وقالوا احنا عايزين من صحراء الشرق طاقة الغرب من صحراء الشرق هنحط في شمال افريقيا هنحط في شمال افريقيا محطات الطاقة الشمسية عن طريق السي اس بي كان مني تخصص هم مركزين على السي اس بي عشان تولد كهرباء وناخد الكهرباء ديت نوديها لاوروبا كويس انا مش عايز اتكلم في السياسة لان انا مش راجل سياسي انا راجل بتاع فيزياء لو هتكلمني على فيزياء انا هقدر اجاوبك هل ديت مفيدة لينا طبعا احنا هنكتسب خبرات هنبقى عندنا نو هاو هنكتسبها هنقدر نعرف نتعامل مع المحطات ديت من ناحية التكنولوجية في المستقبل وأأمل كمان ان احنا نقدر نحاول نقلدهم ونصنع الحاجات دي عندنا لكن لو انت هتتكلم من ناحية السياسية هقول لك الحاجة اللي انا فاهمها مزايا هذا البترول ايه المشكلة انت عندك البترول وتبعته للغرب تمام السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لفكرة معلش تحب تضيف حاجة اشرف استاذ اشرف امين معانا حاضر من الاهرام ويعني وهو متابع كل موضوعات الطاقة فيعني ممكن برضو لو في الآخر خلاص يحب يعلق نديله الميكروفون في أستاذ أشرف هو في الآخر خالص هديله الميكروفون تفضل السؤال ده السؤال الثاني بالنسبة للإنرجي ستورج يعني يمكن إيلون ماسك هو شغال قوي في الموضوع ده عالميا
شركة سبيس إكس بتاعته الأخيرة كان عملت بروتوتايب لسيارة، هو كان بيقول إن السيارة متطورة زيادة عن اللزوم. الهيدروجين ستورج. آه، فهو كان في عنده الشركة بتاعته سبيس إكس، هو كان تعليقه على العربية اللي عملوها في تخزين الطاقة بيقول إنها متطورة زيادة عن اللزوم. ففين على الخريطة بالنسبة لحضراتكم في اهتمام إن هو شغال كويس قوي على الانرجي ستورج الكهربائية والمحطات يمكن حتى للفضاء وما إلى ذلك يعني، فهل حضرتك عندك معرفة بنوع ما باللي هو بيعمله ولا إيلون ماسك؟ لا مش بتابع للأسف. تمام، شكرا. أنا نازية العربي فنانة تشكيلية، وشكرا لحضرتك على المحاضرة الجميلة. أنا بس ليا سؤال، الزيادة السكانية هل هي بتأثر على نوع الطاقة المستخدمة في ضوء هدر الطاقة وسوء الاستخدام اللي حضرتك اتكلمت عنه؟ شكرا. طبعا الزيادة السكانية معناها على طول ان احنا لازم نوفر مصدر جديد للطاقة لكل مولود موجود بيتولد جديد، لان ده هيبقى محتاج يسكن ومحتاج يشتغل في الاماكن اللي هو هيسكن فيها، وهيحتاج يتنقل ومحتاج ينور بيته ومحتاج ينور مكان شغله ومحتاج يسوق عربيه. كل ده بالطبيعي ان لازم نزود مصادر الطاقه، لكن الحاجه الاهم من ان احنا نوفي احتياجاتنا احنا للطاقه، ان احنا نوفر احتياجات الاستثمار للطاقه، لان مش هنقدر نجيب مستثمرين في بلدنا طالما ما فيش طاقه. والحاجه اللي عملتها الدكتور محمد شاكر في الفتره الاخرانيه دي ان هو يغطي احتياجات البلد بسرعه من الطاقه ايا كانت السعر اللي كان بيتكلم على السعر ده، في حد ذاته دي طفره كبيره جدا، لان احنا كنا هنقع في مشكله ان المستثمرين المصريين نفسهم هيبتدوا يهربوا من البلد عشان ما فيش طاقه، المصانع بتاعته عطلانه، المصانع بتاعته ما بتشتغلش، هيمشي هياخد فلوس بقى بتاعته كمان المصريين مش الاجانب وهيمشي. فالتنميه محتاجه طاقه، الزياده السكانيه محتاجه طاقه، نجيب الطاقه منين؟ القرار زي ما انا قلت تاني النهارده قرار ما هوش سهل، قرار ليه بعد اقتصادي وبعد تكنولوجي وبعد سياسي، لازم يتاخدوا الثلاثه في الاعتبار قبل ما اقرر مصدر الطاقه بتاعتي ايه. دكتور انا هما نقطتين، النقطه الاولى حضرتك اتكلمت عن مصادر كتير للطاقه البديله، طب بالنسبه للوقود الاحفوري وغاز الميثان، والنقطه الثانيه هو احنا ممكن نولد طاقه من بره الكره الارضيه؟ زي ايه حضرتك لو بصيت على منظومه الدفاع الفضائي، هي منظومه موجوده في الفضاء لكن هي عندها القدره تخش المجال الجوي في الارض، فاحنا ممكن نعمل العكس؟ لا يعني انت ايه مصادر الطاقه اللي انت ممكن تولد خدها من حضرتك بتقول ان الشمس لما بتنزل على الارض بتولد 90 تيرا، وهي في الغلاف الجوي بتولد 197 الف الف تمام كده. طب لو احنا طلعنا بره هتعدي ال 200 الف، عايز تاخد الطاقه من فوق الشمسيه وتبعتها لتحت. تمام، زي يعني ما هو زي في فكره دلوقتي مطروحه ان احنا هنعمل فندق في بره الغلاف الجوي. هقول لك كلمه قالها لي مره استاذي، و كنت بعرض عليه فكره كده مجنونه، وبعدين قال لي وريني، قال لي شومي. فيعني لحد ما نثبت ان هي يعني لحد ما نثبت ان بالتجربه ان دي تقدر نعملها، انا هقول لا احنا بنتكلم عن مصادر الطاقه دي ونبتدي ان احنا نشتغل عليها. ممكن نبقى نخول الطاقه بره ونبعتها، كل حاجه ممكن، كل حاجه ممكن لحد ما تعملها. هو احنا ما اتكلمت على البترول، ما اتكلمت على الغاز الطبيعي للميثان جزء من الحاجات الكثيره في الغاز الطبيعي، فدي كلها غازات موجوده. انا معلش انا اسف مش سامعك. الميثان غاز الميثان مرتبط بالكائن الحي لانه عباره عن فضلات يعني مخلفات البني ادمين والحيوانات. انت عايز عند البايو جاز. ما هو ده التحديد البايو جاز، عشان انا عارف ان هو اولا البايو جاز نسبه صغيره جدا جدا من الطاقه المتولده النهارده، نسبه لا تذكر من الطاقه المتولده النهارده، فعشان كده ما حطيتهاش في الحاجه من مصدر اساسي.
كويس ايوه، لكن برضو المخلفات ديت قد ايه وتقدر تولد منها طاقه قد ايه؟ ما اظنش انها تقدر تدينا الطاقه اللي احنا محتاجينها النهارده ال 20 تراوات، استحاله يعني. بس ده اي انسان طبيعي بيته ممكن يعمل ده، هيطلع استهلاك طاقه قد ايه. بص انا اقول لك على حاجه، سكند اوف ثيرمودينامكس القانون الثاني للديناميكا الحراريه بيقول لك ايه، ان مهما عملت الطاقه اللي داخله لك اقل من الطاقه اللي خارجه منك انت، من اي حاجه بقى، من اي محرك، خلايا شمسيه، انسان. فانت خلت طاقه معينه، طلعت الطاقه دي في شكل مخلفات انسان او حيوان، ها طلعت الطاقه دي في شكل مخلفات، الطاقه دي اقل من الطاقه اللي انت دخلتها، فبالطبيعي يقول لك ان هي مش هتكفيك اللي انت عايزه. هو مساء الخير، اتفضل يا فندم. هو انا كنت بس عايز اضيف حاجه في دقيقتين. هو بالنسبه لمشكله الطاقه هي فيها مشكله كبيره جدا تعتبر سياسيه، عشان كده من الصعب ان احنا نتكلم على مشكله الطاقه على مستوى العالم ككل، لان لو جينا نبص ان الاستخدام العالمي في العالم مش متكافئ من الطاقه. يعني في دول مثلا دول غربيه اتخلت عن مصادر طاقه بتستخدم كثيفه، تستخدم في الصناعات الكثيفه، بس دي مش نتيجه مثلا اللي هي مصادر مضره او غيره، دي نتيجه اللي مثلا المصانع اتنقلت من الغرب للشرق. يعني لو جينا نشوف دولة زي مصر، أغلب صناعات الأسمنت في العالم حوالي 90% تمركز فيها، 22 مصنع بيتم تصدير الأسمنت بتاعهم للعالم. مصر مثلا عبد الخالق فاروق في الكتاب بتاعه اللي هو أكسوبة الدعم، هو اتكلم إن 33% من إكمال الطاقة بيستخدم في المنازل والإنارة وغيره، والباقي بيستخدم للمصانع. 70% من إجمالي المستخدم للمصانع بيستخدمه 40 مصنع فقط. دي مشكلة كمشكلتنا كمشكلة الطاقة. النقطة الثانية كمان كمشكلة سياسية، الصناعات اللي لو احنا بنتكلم على 100 سنة قدام و 200 سنة ومستقبل البشرية من الطاقة، لازم نتكلم على الصناعات اللي هي لها علاقة بالطاقة ذات نفسها. يعني صناعة زي صناعة السلاح، صناعة مثلا زي اللي بيروج لها الرأسمالية مثلا، كصناعات مثلا السيارات بتنسى إفادة، سيارة مثلا بتستخدم مثلا لخمس أفراد مع ذلك بيستخدمها فرد واحد، هذه الصناعات دي كلها تفضل مثلا دعمها ويفضل نظرة المستقبل الشخص ليها زي ما هي، وبنتكلم على اللي احنا عايزين نكفي نفسنا من الطاقة. دي نقطة. النقطة الثانية بقى كنقطة علمية، ازاي احنا بنتكلم مثلا على مستقبل طاقه 100 سنه و200 سنه قدام وناسين التغيرات المناخيه؟ يعني كطاقه شمسيه او طاقه متجدده احنا بنحطها في الحسبان، طب التغيرات المناخيه اللي هتحصل في العالم اللي هتخلي مثلا كمصر مثلا هتبقى معدل الرياح فيها، سرعه الرياح فيها هتقل جدا، ومعدل درجه حراره الشمس هيرتفع، فبالتالي لازم يعني يكون الخريطه بتاعه التغيرات المناخيه في العالم تكون في الحسبان، والا يبقى بنتكلم على شيخ في الفراغ. الحاجة الأولانية الطاقة، مصدر الطاقة ده قرار سياسي. أنا قلت لك إن هو قرار تكنولوجي وقرار اقتصادي وقرار سياسي، الثلاثة مع بعض متداخلين. قد يكون في بعض الأحيان التكنولوجيا أهم، وبعض الأحيان التانية السياسة أهم، اللي يحدد ديت هم صناع القرار، مش أنا بقول لك رأيي في التكنولوجيا نفسها. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بالنسبة، معلش أنا التغيرات ده كان الثالث، التغيرات المناخية. الثاني بقى طيب التغيرات المناخيه. طبعا احنا بنعتمد على مصدر من مصادر الطاقه لازم نبص على كل ابعاده بالتفصيل. التغيرات المناخيه احنا بصينا على الرياح، هتقدر تعمل طاقه الرياح تبصي لها تعمل لي على ايه، تعمل لي ايه في التوازن البيئي. لكن برضو الطاقه الشمسيه بالذات في السي اس بي ما بتعملليش اي تلوث بيئي، بتركز الحراره في حته معينه على الارض. هل الحرارة دي هتغير لي في البيئة المحيطة ليها؟ في دراسات بتعمل كتير على الموضوع دوت، التغيرات اللي حاصلة في الأماكن اللي فيها خلايا محطات طاقة شمسية كبيرة سواء بي في أو سي اس بي، ما هياش التغيرات المناخية الكبيرة اللي تخلينا نخاف النهاردة. كل الدراسات في الموضوع دوت تقول أيوة إن في تغيرات في درجات الحرارة، في لكنها localized، مربوطة بالمكان مش على مستوى الكرة الأرضية. لكن في النهاية احنا لازم نبص على أي مصدر للطاقة بكل أبعاده. تاني ما ظنش حتى بعد 100 سنة ان احنا هنعتمد على مصدر وحيد للطاقة، لازم يبقى فيه تنوع للطاقة. من غير تنوع للطاقة ما فيش مصدر واحد هيقدر يدينا كل الطاقات اللي احنا بندور عليها النهاردة حتى.